تألأت الشمس في حسنها، أشعتها مثل أبهى حلا، تسير وتعلو بجو السماء، تبث ضياها علينا ضحى، تغذى النبات على ضوئها، وينعم بالدفء كل الورى، فمن ذا براها وأعلى سماها وبث ضياها بوقت الضحى، هو الخالق القادر الواحد، فمن ذا له في الضحى ساجد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أزكى الصلاة والتسليم. مشاهدينا الأفاضل، أسعد الله صباحكم بكل خير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم جميعا إلى رحاب قناة القرآن الكريم في الجزائر، وبالضبط إلى برنامج الضحى. نسعد جدا بخدمتكم عبر خامسة التلفزيون الجزائري قناة القرآن الكريم، وعلى مدار ساعتين من الزمن نخدمكم إن شاء الله تعالى دائما. عنواننا الإفادة والاستفادة بإذن الله تعالى. في هذه الحياة مشاهدينا الأفاضل نحتاج إلى الصبر، الصبر مع الأولاد، الصبر مع الأزواج، الصبر مع مختلف التعقيدات والمشاكل التي نواجهها في حياتنا. ما أجمل الصبر عندما يتحلى به المؤمن في هذه الحياة، يرافقه في طول حياته، في كل حياته، وينال الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: ولرب نازلة يذيق بها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج، ذاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وما كنت أظنها تفرج. إذن مشاهدنا الأفاضل، سعداء بخدمتكم عبر خامسة التلفزيون الجزائري، نتمنى أن تكونوا كثر في متابعتنا. أدعوكم الآن وأدعو نفسي لمتابعة الاستماع والإنصات إلى سورة الضحى. نعود بعدها بحول الله تعالى فننصت. أهدنا الله وإياكم إلى سواء السبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من عبادك الصالحين. مشاهدينا الأفاضل، دائما نتشرف بخدمتكم عبر خامسة التلفزيون الجزائري، نتمنى أن تكونوا معنا بحول الله تعالى العديد من الأركان والفقرات كما ألفتموها في برنامج الضحى. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونسأل الله سبحانه وتعالى الأمن والأمان في بلادنا. اللهم اجعل وطننا إن شاء الله تعالى من الأوطان يعني المتقدمة إن شاء الله تعالى، السلم والأمان لوطننا المفدى الحبيب الجزائر الحبيبة. نخدمكم من أرض الجزائر الطاهرة، من أرض ملايين الشهداء الجزائر الحبيبة، دائما ودائما ببصمة جزائرية، أساتذة وضيوف ودكاترة يلتحقون بنا للحديث عن مختلف الموضوعات. دائما فقرات مهمة في برنامج الضحى، من سورة الضحى إلى أذكار الصباح. أذكر نفسي وإياكم مشاهدينا الأفاضل بضرورة أن يرافقنا الذكر في كل حياتنا، حتى نوفق بإذن الله تعالى ونكون ونعيش في هذه الحياة بأمان. الله الله الله.
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وفي هذه الصبيحة المباركة بإذن الله تعالى نتمنى يوما موفقا للجميع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع، أن يزيل الهم والغم إن شاء الله تعالى. نجلس سويا رفقة برامج قناة القرآن الكريم وبرنامج ضحى إن شاء الله تعالى للاستماع إلى الإفادة والاستفادة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا جميعا. إذن مشاهدينا الأفاضل، مرحبا بكم فقرة أرقام تهمك، ونعود بعدها بحول الله تعالى. أهلا بكم جميعا لرحاب الضحى، يأتيكم على المباشر من قناة القرآن الكريم من الجزائر. مشاهدنا الأفاضل، هذه أركاننا إن شاء الله تعالى، تبقوا معنا دائما في يوم الأربعاء. رفقة الأستاذ عبد النور بهياني دائما مع رفقة الصالحين والأخيار من أمة الإسلام، يواصل الأستاذ عبد النور بهياني عرض مختلف سيرة الصالحين. اليوم نتعرف على سيرة الفاتح، فاتح بلاد المغرب العقبة بن نافع إن شاء الله تعالى، مع الأستاذ عبد النور بهياني وركن كن مثلهم، نتحدث عن سيرته العطرة وكيف أهلته الظروف لأن يكون محاربا شجاعا ومجاهدا في سبيل الحق ونشر الإسلام. إذن مشاهدنا الأفاضل، أيضا ندعوكم للبقاء معنا للاستماع ومشاهدة ركن الطب طهور في الضحى لنهار اليوم. نستقبل البروفيسور سعيد اسماعيل إن شاء الله يكون معنا حاضرا دائما. أستاذ بروفيسور سعيد اسماعيل يبذل جهدا في إعطائنا بعض التوجيهات والنصائح وأيضا استقراء الواقع الصحي في الجزائر، مما يجعله يختار موضوعات مهمة جدا، خاصة الموضوعات الأنية كالتهاب القصوات الهوائية عند الأطفال. أعتقد أنه أيضا الموضوع يهمكم بطريقة أو بأخرى بشكل مباشر أو بآخر، وستكون خدماتنا على المباشر بفتح أرقام الهاتف إن شاء الله تعالى لمن يريد الاتصال بنا والاستفسار. لدينا أيضا مشاهدينا الأفاضل ركن ضيف الضحى جمعية زهرة بلادي، ونستقبل إن شاء الله تعالى رئيسة جمعية زهرة بلادي. طبعا الجمعية دائما لها أهداف نبيلة، لذلك قناة القرآن الكريم نسعد دائما باستقبال هذه الجمعيات لأنها لديها دائما أهداف نبيلة، وقناة القرآن الكريم دائما ترافق كل مؤسسة وكل بذرة خير لنبرزها عبر خامسة التلفزيون الجزائري قناة القرآن الكريم. ابقوا معنا للحديث عن هذه الجمعية، واقعها، أفاقها، ونشاطها أيضا في الجزائر. ركن قرأت لك مع الزميلة إيمان أكسيل، تحدثنا عن كتاب لأدهم شرقاوي عن حب الوطن، عن خلفيات حب الوطن، عن كيف يمكن أن يكون الوطن أغلى من الأم، أغلى من الصدر الحنون، أغلى من كل شيء. الوطن هذا العنوان الكبير الذي يفخر به كل جزائري بشكل خاص، نفتخر دائما بأن لنا وطنا كبير، وطن كبير ضحى لأجله الشهداء رحمه الله، ولزال المجاهدون وأبناء
هذا الوطن المفدى من الأخيار يواصلون مسيرة أجدادهم إن شاء الله تعالى للوصول بالجزائر إلى بر الأمان. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق إن شاء الله تعالى. وفي تقديم كل هذه الأركان يتخلل هذه الأركان عدة فقرات إن شاء الله تعالى أعدها واجتهد في إعدادها الطاقم العامل بقناة القرآن الكريم من صحفيين وتقنيين. أنقل لكم تحياتي وتحيات كل الفريق العامل معي اليوم بقناة القرآن الكريم في هذه الفسحة إن شاء الله تعالى على المباشر. ندعوكم الآن أو إهداء منا إليكم جميعا وصلة إنشادية، نعود بعدها بحول الله تعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين. إذن مشاهدينا الأفاضل نستهل البرنامج بركن كن مثلهم رفقة الأستاذ عبد النور بهياني بعد هذا الفاصل. الشمس في حسنها أشعتها مثل أبها حلا، تسير وتعلو بجو السماء، تبث ضياها علينا ضحى.
إذا السلام عليكم أستاذ عبد النور بهياني، صباح الخير. صباح الخيرات أستاذة خالدة، صباح الخير لجميع متتبعي قناة التلفزيون الجزائري قناة الخامسة، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ربما أستاذ عبد النور بهياني نواصل حديثنا ربما عن سيرة المجاهدين وسيرة الأخيار الأبرار من أبناء هذه الأمة الإسلامية. ربما اخترت لنا اليوم شخصية لها علاقة بالشخصية التي كانت ويعني كانت تجمعها الجزائر. خالد وعقبة، كلمتان يعني اسمان لامعان في التاريخ الإسلامي، وأيضا لهم أيضا كان لهم صدى أيضا في التاريخ الجزائري بشكل خاص. أستاذة خالدة، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الخلق أجمعين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. حق لكل مؤمن وحق لكل مؤمنة أن يتصفح وأن يقرأ سيرة الرجال الذين سبقونا، وحتى من النساء اللواتي سبقنا في أو سبقننا للإسلام، فكانوا جميعهم لهم بصمة خالدة. اليوم حديثنا عن سيدنا عقبة بن نافع رحمة الله عليه أو رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه ولد قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم، هناك رواية تقول بأنها ولد قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، وهناك رواية أخرى بتسع سنوات، وهناك رواية أخرى بعشر سنوات، هناك آراء متضاربة ومختلفة، لكن الأكيد أن سيدنا عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نحن عندما نعرف عند المحدثين وعند أهل السير عندما يعرفون الصحابي أو كلمة الصحابي تطلق على من التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. فسيدنا سيدنا عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه ورحمة الله عليه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه التقى بأكبر الصحابة، التقى بسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وكثير من الصحابة الذين عايشوا أو صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عقبة بن نافع هناك من يقول بأنه أخ لسيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، أخوه من أمه، وهناك من يقول بأنه ابن أخته، وهناك قول ثالث على أنه ابن خالته، أقوال عديدة وكثيرة، لكن المتفق عليه على أنه هو الذي فتح مصر وهم بعد ذلك فتح كذلك الجزائر وليبيا ووصل إلى المغرب، فكان مميزا وكان يحب الجهاد في سبيل الله، فجاهد في زمن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان فاتحا لمصر، ويقال بأنه وصل حتى إلى مدينة برقة بليبيا، ثم بعد ذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمرهم بعدم التوغل في شمال إفريقيا والتوقف عندما فتحوه، وأمرهم فقط بحراسة مصر، إذ كانت مصر دولة مهمة في ذاك الزمان، فقد فتحت على يد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، وفي زمن سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه هناك أحداث حدثت، أن ابن سيدنا عمرو بن العاص أنه ضرب واحدا من الأقباط سبقه، فاشتكى هذا القبطي لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، القول المشهور لسيدنا عمر بن الخطاب: متى استعبدتم النساء وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فرغم فتحهم لبلاد الإسلام ورغم كل شيء، إلا أن الصحابي أو الرجل المسلم دائما يكون عادلا مع المسلمين ومع غير المسلمين، فكانت يعني إشارة من سيدنا عمر بن الخطاب أنه لا يجوز الاعتداء على غير المسلمين. فعندما نقرأ سيرة هؤلاء الأخيار نستنبط الكثير من الحكم، نستنبط الكثير من الأحكام، لم يكونوا يقولوا كلاما فقط، وإنما كان هناك قول وفعل وعمل، وهكذا هو المؤمن، لابد لا تتناقض أعماله مع أقواله، بل لابد أن تكون الأقوال والأعمال على حد سواء. أستاذ عبد النور بهياني، لدي سؤال ربما
نحن اليوم لدينا منابر إعلامية هكذا نستقي المعلومات ونتعرف على هذه القامات الإسلامية إن صح التعبير، عقبة النافع رضي الله عنه وخالد بن الوليد إلى آخره، لكن أثناء الثورة التحريرية المباركة هناك محاكاة لهذه القامات الإسلامية، عقبة النافع وخالد بن الوليد، ما الذي جعل المجاهد الجزائري أثناء الثورة التحريرية يقتدي بهم ويكون مثلهم رغم أن المنابر كان مضيق عليها جمعية العلماء المسلمين يعني وكل، لكن الاقتداء كان ربما حقيقيا بهذه القامات الإسلامية، كان المجاهد مجاهدا متميزا، وبتميزه أصبحت الوطن الجزائر متميزة على سائر كل الدول العربية، الجزائر متميزة بتاريخها. نعم، مفدي زكريا يقول: قولة خالدة جمعنا لحرب الخلاص شتاتا، سلكنا به المنهج المستبين، ولولا التحام الصفوف وقانا لكنا سماسرة مجرمين. الذين عايشوا ثورة التحرير المظفرة المباركة التي كانت أول كلمة سر فيها في بلاد الأوراس هي عقبة ونافع، تشبث الجزائريين من مجاهدين وفدائيين بدين الإسلام، جعلهم دائما يأخذون كل كلمة السر، أو حتى هناك الأسماء الثانية كان يلقب باسم آخر، كان كل شخص عنده اسم الثوري تاعه، دائما له علاقة بالصحابة، له علاقة بالتابعين، وله رمزية معينة. فنحن عندما نجد كلمة خالد اللي هو سيف الإسلام أو سيف الله المسلول كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعده تابعه بعد ذلك سيدنا عقبة بن نافع، نجد بأن الجزائري أراد وكأنه يقول بأنني أتواصل مع التابعيين وأتواصل مع 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 الصحابة رضوان الله عليهم، وجعل تعرفين بأن الكلمة التي كانت المجاهدين دائما يفتتحون بها جهادهم، وإلى اليوم من نجدهم يقال بأنه كانوا عندما يبدأون الجهاد أو القتال أو مجابهة العدو يبدأونها دائما بالله أكبر. نعم. فتشبث الجزائري بقيمته الدينية، حتى الشيخ طار آية عجلت لما يحكي على الشيخ على المجاهد عميروش يقال بأنه كان لا يقبل رجلا في كتيبته لا يصلي، كان يحث لأن الجهاد أصلا هو عقيدة، ليس كما يروج عند الغرب بأن الجهاد هو مكافحة أو يسميته اسم آخر، بل نحن دائما مجاهدين كان لنا هم عقيدة. إلى اليوم نجد جنودنا البواسل كذلك، تحية لهم. نعم، تحية لهم في من أي مكان هم فيه، تجدين بأنهم دائما الأناشيد التي يرددونها كلها لها علاقة بعقيدة المسلم، وهكذا هو المسلم دائما. نجد حتى أبائنا وأمهاتنا حتى اليوم المولود لما يزيد تجدين كثير من الأسماوات تسمى بالصحابة رضوان الله عليهم. فالجهاد لا بد أن يتواصل. صحيح. عندما نتكلم عن ثورة التحرير ونحن بعد أيام ستحيي الجزائر أحداث 11 ديسمبر التي لها علاقة بالمستثمر الفرنسي الغاشم، فكذلك لا بد أن يتواصل. صحيح. جهادنا. نعم. لأن الجهاد الأكبر هو جهاد البناء، هو الجهاد الذي تبنى فيه الجزائر. صحيح. هو الجهاد الذي نبنأ فيه الشخص المسلم الذي يحب دينه ويحب وطنه ويحب أمته. صحيح. كما كان عليه. نعم. سيدنا عقبة بن نافع ومن بعده كذلك من كانوا معه من أسلموا من هذه البلاد ورفعوا معه المشعلة، فتمازجت دماء. صحيح. الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين الذين كانوا مع سيدنا عقبة الذين توفاه الله جل وعلا أو غدر به، لكن توفي في مدينة هود التي تسمى اليوم بعقبة مدينة سيدي عقبة ببسكرة، ويعني كان قرابة مع 300 مجاهد أو جندي دفنوا في ذاك المكان. الذي نستشفه من سيدنا عقبة بن نافع رضي الله عنه وأرضاه ورحمة الله عليه تلك الهمة العالية التي تجعل الرجل يمشي من مكة أو من مدينة فاتحا إلى بلاد مصر، إلى الجزائر، إلى شمال إفريقيا عموما. الهمة العالية التي جعلت الإنسان يحب الخير. نعم. للآخرين، لأن هؤلاء الرجال. صحيح. عندما نجد فيهم ما الذي. نعم. وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لبس بهم في بحبوحة، عندهم المال، عندهم تجارة، كما كان عليه كذلك من بعده بن بولعيد رحمة الله عليه، كذلك كان صاحب مال وجاه وعنده يعني في ذاك الوقت شركة حافلات.
الأحداث، إلا أنه أراد أن يبعد المستعمرة الفرنسية على هذه الأرض، فكانوا يعرفون بأن لهذه الأوطان قداسة، ولأن لهذا الشخص هناك رب، هناك توحيد، هناك إيمان بالله سبحانه وتبارك وتعالى، بالنبي صلى صحيح الله عليه وسلم، بكل ما صحيح أمر الله. فنجد هؤلاء قد رفعوا شعارات عديدة وكثيرة، لكن كان هدفهم دائما تحرير العقول والحقول معا. صحيح، وجسدوا معنا أستاذ هذه الشعارات، جسدوها بالفعل على أرض الواقع. أستاذ عبد النور بهياني، وأنتم تتحدثون عن هذه السير الطيبة، كل المجاهدين الذين ربما يعني التقيتهم في حياتي لم ينسوا ولم يخطئوا ولم يتناسوا أبدا بأن الحافز الأول للجهاد هو حب الوطن والدين. نعم. فبالتالي دائما كانوا يحرصون على هذه الثنائية المتميزة في كلامهم، هذا ينم ويعبر فعلا على أن المجاهد الجزائري الذي جهد لتحرير الوطن كان فعلا يحمل هؤلاء القامات الإسلامية دائما في قلوبهم، وكان الوطن والدين هو الأساس. أستاذ عبد النور بهياني، ما السبيل اليوم إلى إحياء هذه السير في نفوس أولادنا؟ كيف يمكننا أن نقتدي اليوم بهذه السير إن شاء الله تقريبها لنا، لنحب وطننا أكثر، لنعمل لأجل أوطاننا أكثر، لنخلص لوطننا، لنرفع راية الوطن عاليا بإذن الله تعالى. نعم، ما دمت قلت بأن المجاهد كان دائما له خلفية دينية التي جعلته يجاهد في سبيل الله، يريد أن يحرر الوطن، كذلك الجندي الفرنسي المستدمر كانت له كذلك خلفية دينية، إذ كانوا يرون بأنهم يواصلون الحروب الصليبية. نعم. حرب الصليبية، فالجندي دائما يمشي بخلفية دينية. لكن الجزائري هو الأفضل، لأنه كان يمشي بخلفية دينية لدين أراده الله سبحانه وتبارك. نعم. وتعالى أن يكون آخر الأديان. نعم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. السبيل لإحياء هذا في الشاب الجزائري أو في الشابة الجزائرية، هو دائما لابد أن نربط أبناءنا بمثل هؤلاء أو بمثل هذه الشخصيات، سواء عبر الوسائل المتاحة، والوسائل اليوم عديدة وكثيرة، نستطيع أن نحييها من خلال بيوت الله سبحانه وتبارك وتعالى، من خلال الخطاب المسجدي، أو من خلال المدرسة القرآنية. وتعرفين بأن الخطاب اليوم متعدد وكثير، ومنابره عديدة، من وسائل الإعلام، من وسائل التواصل الاجتماعي. صحيح. فكل واحد منا يستطيع في ومضة، في دقيقتان أو في ثلاث دقائق، حتى ثواني، حتى ثواني عندما يتحدث عن شخصية معينة وجانب معين من حياتي. نعم. لأنه مثلا نحن الأسبوع الماضي لما تكلمنا على حكمة أو قول من قول سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه. نعم. وأرضاه، فأقوال عديدة وكثيرة، ونستطيع من القول الواحد أن نأخذ الكثير. نعم. الكثير من الفوائد، ونستطيع أن نشحذ بها الهمة. هو الذي كان سيد خالد بن الوليد يقول ليديه خلقت لتعمل لا لتجمع، فلما عرف الغاية من وجوده في هذه الحياة الدنيا، ولا بد أن تكون له بصمة وأثرا، لأنه نحن اليوم الكثير منا من لا يود وكأنه لا يريد أن يترك بصمة يحيا بها في هذه الحياة الدنيا. هؤلاء خلدوا أسماءهم وخلدوا أفعالهم. نحن اليوم سيدنا عقبة بن نافع له الفضل علينا في دخولنا. نعم. في الإسلام، الأجر كل هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام يأخذ أجرهم، لأن يمشي على أن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر. نعم. النعم، فالدافع كان جيدا، ونحن اليوم هؤلاء الأبناء فلذة الكبد، بدل أن نربطهم بأشخاص بشخصيات وهمية في الرسوم المتحركة أو الأفلام. صحيح. الكرتونية، واجب أن نربطهم بمثل هؤلاء الرجال، وواجب كذلك على صناع المحتوى أن يأخذوا كهاته الشخصيات، يأخذوها كمادة علمية ننتفع بها كأشخاص. نعم. وتنتفع بها البلاد. إلى لقاء آخر. نعم. نسأل الله جل شكرا وعلا لك أستاذ. أن يعلو
بلدنا ويشحذ همتنا لفعل الخير وللحفاظ على بلدنا الجزائر. شكرا لك أستاذ عبد النور بهياني، إن شاء الله في ميزان الحسنات. أمين. أكيد أن الإنسان لا يسأم ولا يمل دائما من تذكير أنفسنا هكذا، تذكير المشاهدين الأفاضل بأن هناك خيرا كبيرا في هذه البلاد. نعم. وخيرا كبيرا أيضا في ديننا الإسلامي. علينا فقط أن نعيد ربما إن صح التعبير الرجوع إلى هذه القيم الأصيلة التي حثتنا عليها الشريعة الإسلامية. بكم أستاذ عبد النور بهياني دائما، وبكم كذلك إن شاء الله. شكرا، بارك الله فيك على قدومك دائما معنا وتحضيرك هذه المادة إن شاء الله تعالى في ميزان الحسنات. نلقاك في فرص أخرى بحول الله. إن شاء الله بإذن الله أستاذ. شكرا. شكرا. إذن مشاهدينا الأفاضل، ندعوكم الآن لمتابعة هذا الربورتاج عن حملة التشخيص المبكر لمرض السكري لمرضى السكري من رفقة الزميلة زهية هني، بعده إن شاء الله تعالى ركن طهور رفقة البروفيسور سعيد إسماعيل. ابقوا معنا في المتابعة. في حسنها أشعتها مثل أبها حلا، تسير وتعلو بجو السماء، تبث ضياها علينا ضحى. لي زاناليز بينوا بلي عندك سكر، انت كنت عارف بلي عندك ولا ما كنت عارف؟ ما كنتش عارف، ولا ما كنت عارف، كنت عارف بلي ما يقولوا لي، هاد تقول لي سكر، وهاد يقول لي لا طانسي، وهاد يقول لي هكذا، وهاد كل واحد كيفاش يقول لي. جيت باش ندير لي زاناليز تاع 3 ما دوك على بالك، انا بدا بينا كيما قالوا لينا نعجزوا نروحوا نديروها. انا في بالي شحال وانا حابه ندير لي زاناليز، بصح كي تشوفي هاد الغلاء انت كي مضروره وما تقدريش تروحي ديريها لي زاناليز. انا عندي سكر بصح مانيش ندير الانسولين، ستادير مقيوه سبرك هكذا من هنا، وكاين اكزاكتومون درك انا جيت باش نتاكد 100%، كانت عندي واحد 75% دي دوت شكوك. اكزاكتومون. معناتها ما تديرش ما تشرب حتى دواء على السكر؟ نو اكتيالمون ما نشرب حتى دواء، اكتيالمون سي بون نوتيليزي صح حوايج هكذا ما كانش فيهم ما فيهمش الجليكوز. مبادرة طيبة استحسنها سكان مدينة عين بنيان للكشف والتحسيس عن مرض السكري. هذه المبادرة جت من مخبر فداق تعاونا مع مخبر اي ام دي، واللي يعني معهم الكواسون روج الجيريان، الهلال الاحمر الجزائري لبلدية عين بنيان. هذا النهار التحسيسي يعني تزامنا مع اليوم العالمي لداء السكري هو 14 نوفمبر، كم يعني الانتخابات المحلية درنا اون ريبورتي هذا النهار، درناه في هذا النهار 22 نوفمبر، فتحنا الأبواب للناس للكشف يعني المجاني، كشف المبكر تاع داء السكري ومع إرشادات طبية. عجبنا اليوم دي ميدسان تانيت باش يديروا دي كونسلتاسيون غراتويتمون. اليوم هو يوم تحسيسي، تما جينا يوم تحسيسي تما نحسوا الناس بهذا المرض السكري، ومام طون عندنا شغل ديبيستاج دو كما يقولوا دو ديابات، يعني التحاليل الطبيه تحاليل السكري المجانيه تاع 3 شهور. البرنامج تاع اليوم احنا خططنا باش يكون 500 واحد، التست تاع 500 واحد ان شاء الله اذا كتب ربي، والحمد لله كانت استجابه من عند المواطنين ما شاء الله. صباح كانوا سما كانوا امي لحقوا الناس والحمد لله، وان شاء الله كما يقولون لحقوا المبتغى تاعنا ان شاء الله. استجابة كبيرة من المواطنين ليس فقط المرضى، كما استفادوا من أجهزة لقياس السكري. Donc nous sommes spécialisés dans le diagnostic, dans le segment du diagnostic. Donc il y a des laboratoires et c'est-à-dire elle est responsable, c'est-à-dire elle fait tout ce qui est importation, distribution et promotion, tout ce qui est équipement réactif du laboratoire d'analyse médicale. Voilà, et aussi de recherche. On a une journée spéciale, la commune d'Ain Benyan, voilà, là, il y a le dépistage ou la sensibilisation pour les personnes diabétiques et non diabétiques. L'objectif, c'est de prévenir et de diminuer aussi le taux du diabète qui est en augmentation dans le monde et particulièrement en Algérie.
لي لابوغاتوار فيتال كير هو لابوغاتوار جزائري متواجد في السوق الجزائريه من 2016. يقدم لنا ليكتور غليسيميك فيتال تشيك اللي شاركنا بهم في هذا اليوم التحسيسي واليوم الكشف عن السكري اللي مقام هنا في عين البنيان. الهدف تاعنا من التواجد تاعنا في اليوم هذا هو انه نعاونوا المريض الجزائري انه يكتشف السكري تاعو، ونعاونوه ايضا باستعمال لو ليكتور غليسيميك تاعو بالارشادات اللي راح نعطوها له في الحصص التوجيهيه ولا حصص التربيه العلاجيه اللي راح نقوموا بها فيما بعد، فيما يخص معلومات حول الاكل، معلومات حول انخفاض السكر في الدم، معلومات حول ارتفاع السكري في الدم، والشيء الاهم هو معلومات حول استعمال الاداه القياس تاع السكري في الدم. الكشف المبكر عن المرض هو نصف العلاج. يوم تحسيسي كهذا هو بادية طيبة نرجو أن تعمم عبر كافة التراب الوطنية. تلألأت الشمس برنامج حادي الأرواح بفنه الصادق أثير رائق يخاطب في الإنسان خلجات نفسه ووجدانه. قلبي أنا المشتاق، قلبي أنا المشتاق أكثر من العشاق. المرتبة الأولى تعود إلى بشيري محمد عبد الله. محمد عبد الله بشيري هنيئا من أضرار. تصفيات برنامج حادي الأرواح. قريبا على قناة القرآن الكريم. وعبر قناة القرآن الكريم مشاهدينا الأفاضل يصل بكم هذا البث المباشر، نخدمكم إن شاء الله تعالى لغاية منتصف النهار. ركن طهور رفقة البروفيسور سعيد إسماعيل نلقاه بعد هذا الفاصل. الشمس في حسنها أشعتها مثل أبها حلا، تسير وتعلو بجو السماء تبث. إذا مشاهدينا الأفاضل مرحبا بكم مجددا، سعداء جدا باستقبال بروفيسور سعيد اسماعيل. صباح الخير بروفيسور. صباح الخير وصباح الخير لكل متتبعي القناة، واسمحي لي برك باش نعتذر كل متتبعين على الحصتين الفارضتين. نعم. ولازم يعرفوا انه لاسباب مهنيه محضه. نعم. دونك تعذر علي ان نكمل هذه، ورانا سعيد جدا بلقائكم. نعم ان شاء الله بروفيسور سعيد اسماعيل ربي يعاونك ان شاء الله في ميزان الحسنات، لانه مشاهدينا الافاضل بروفيسور سعيد اسماعيل لما يتغيب يكون عنده حالات هكذا في المستشفى. نعم. ان شاء الله يسهر على ان شاء الله صحتهم ان شاء الله. وهذا ليس غريبا عن الطبيب الجزائري، دائما الجيش الابيض دائما متواجد في المستشفيات. تحيه لكل من يسهر على خدمه هذا الوطن اينما كان وكيفما كان ان شاء الله تعالى في ميزان حسنات الكل ان شاء الله. ان شاء الله بروفيسور سعيد اسماعيل، ربما من خلال احتكاككم دائما بالواقع بالمستشفى ومن ياتي للمستشفى بكثره، ارتأينا اليوم ان نتحدث عن التهاب القصيبات الهوائيه او الشعب الهوائيه هكا بصفه خاصه، لانه ظاهره كثرت هذه الايامات. شكرا. في الحقيقه ما كنتش برمجت هذه الحصه، لانه اذا كان شفيتي برمجتها. نعم. تقريبا عندها شهر. نعم. وكان كما يقولوا استباقيه. نعم. استباقيه قلت لك. لان الاختيار او انتقاء المواضيع يكون حسب الطلب. نعم. هناك مواضيع اللي نديروها باسكو لازم نديروها على طول العام لاجل تنوير الراي العام، لكن هناك مواضيع لا بروف كنا درنا مثلا واسمها مرض السكر عند. نعم. الاطفال مازال عندنا. من الحصه هذيك اللي درتها رانا كل اسبوع عندنا حاله او حالتين. نعم. ولكن طلبا من اصحاب البرمجه ولتفشي هذا المرض بصفه رهيبه، ولما لو كنت تشوفوا الفيديو تاعي الاولى قلت لك رهيبه قليله. ارتأينا ان نعاود في الاعاده افاده باسكو الناس راهي شويه
كيش يقول فرفشه شويه راهي ما فهمتش الامور، نعاودوا ندقوا في بعض التفاصيل بدون تهويل، لكن برك توعيه. نعم، ودوك تشوفوا بلي مسائل بسيطه لو كان الناس تفهم خلاص. بروفيسور انا راني ندرس عندك يعني الحقيقه. يعني راني في بعض الاحيان لما نجي يعني المرض نقرا عليه فحقيقه، لكن لما نستمع عليك يكون احسن. يعني من طرف مختص يعني ما شاء الله. وايضا بروفيسور سعيد اسماعيل انه الطبيب مهم جدا، انه الطبيب الجزائري مهم انه يتحدث عن الامراض. لماذا؟ لانه جزائري ويعرف ما هو موجود في المحيط. بما انكم اخترتوا هذا الموضوع اكيد انكم عندكم معلومات مسبقه عليه. لكن بروفيسور سعيد اسماعيل قلتم بان التهاب القصيبات او الشعب الهوائيه عند الطفل هو سيتا كما نقولوا احنا فيروس، يعني هو فيروس وليس يعني مرض بكتيريا الى اخره، لذلك لديه اعراض ولديه طرق تجنب هذا الفيروس عند الاطفال. شكرا. تفضل الوغ جوستمون. اولا قبل ما نبداو نتبوداو على المصطلحات، هناك ازمه المصطلحات. نعم والله العظيم انت واقيلا اختصاص تاعك في العلوم الانسانيه ايتو عندكم التركيز اكثر علينا هذا الشيء، لكن الان احنا لا، حتى في العلوم الدقيقه اللي اسمها نركزوا على المصطلحات. لو كنت تشوفي لما نركزوا على المصطلحات ونتفاهموا ومن بعد كل وبعد سهل الامر. نعطيك مثال. لما تشوفي واحد يصفر، واحد لا مامون تقول لك وليدي عنده لاليرجي، خاطرش ما تحبش تقول له بلي عنده لازم. صح، تقول لك مدام ما كاينش لازم، ماشي لاليرجي ماهوش حساسيه، وليدك عنده مرض الربو، الربو يصفر. هذه زوج. ثالثا مدام عنده لابرونشيت، انا ما نقدرش نقول المراه عندها لابرونشيت وليدك، لانه خطا. لو كان جيت عندك لابرونشيت علاش من الصباح راكي تقولي القصيبات لابرونشيت، انت يضربك الريح ولا تسعلي وتنخمي كذا، من هذاك اسمها برونشيت. برونشيت معناتها القصبات. نعم، خاطرش لازم نركزوا. لو كان جات مشكله تاع البرونشيت ما كناش كاع نهضروا عليها. نعم، الناس كاع تمرض شويه لابرونشيت وتشرب شويه تيزانه ولا مش عارف واش ولا ما يهمش. لكن هذا المشكله انه راكي قلتيها بالضبط. هو اللي قال لك برونكيوليت يصفر ولا ما يصفرش، يخرخش، عنده ليغلار، عنده هذه، هو فيروس. المصدر تاعو فيروس. دونك لما نقولوا فيروس ما تدخلي لي الربو في الوسط. نعم، ما تدخلي لي الكورونا في الوسط. حتى اذا كان اللي حبيت نديروا شويه اون بارونتيز على الكورونا، ما تدخلي هذا. اذا كان قال لك طبيب برونكيوليت يساوي فيروس. صح. الان ان شاء الله الان كل متتابعين تاعي يعرفوا الفرق بين الفيروس والبكتيريا والطفيلية و و و وال بروفيسور. نفتحوا رقمنا الهاتفي ربما لي نعم استقبال بعض الاستفسارات حول هذا المرض ان شاء الله تعالى، ربي يجيب الشفاء للجميع. وسبق لي ان قلت لك في الاول لازم ندوا معلومه للناس كما راهي. لو كان نقول لها مثلا لو كان عندنا اعوام وحنا نوجدوا الناس لهذا الشيء تجيهم سهله. نعم، الان تخلطت عليهم الامور. حتى نعطيك نفتح قوس على الكورونا، قلتها لك الخطره اللي فاتت، احنا الكورونا ماشي اليوم اللي نعرفوه. كل اللي تقال على الكورونا نعرفوه في 99%. كاين جزئيات جديده لازم نتاقلموا معها. صحيح. على بالنا بلي فيروس دايوغ، هناك تطابق كبير بين الفيروسات بصفه عامه وبين هذه الفيروسات خاطرش الفيروس ممكن واحد اللي عنده لا دياري الاسهال، كل واحد يقول لك واقيلا المركز ماشي مليح، واقيلا فيروس. لكن حشي لي انكد عليه. الان خلاص قلنا فيروس. نعم، اذا كان حبيتوا شويه نزيدوا ندقوا في الامور، هذا عنده فيروس، عنده الاسم. دي فوا ما نقولوش باش من باش ما يكونش ارتباك عند الناس. لو كان نهضر لك لو فيروس، لو فيروس ريسبيراتوار سينسيسيال، زعما نقولها هكذا بلغه اكاديميه ما يفهموا فيها والو. على الاقل لازم نعرفوا بليك فيروس. بصح لو كان واحد عنده شويه ثقافه يقول لك لا غريب، باسكو لا غريب سي ان فيروس. لا، انا نحب الدقه، ماهيش لا غريب. دونك هذا نسموه فيروس. ودونك خلاص تفاهمنا بليك فيروس. واش معليش نديروا نقاش معك، واش تعرفي انت على الفيروس بصفه عامه؟ هذا بعض بروفيسور انه ربما ليس له دواء. بارك، ما عندوش دواء. نعم، ما عندوش دواء فيروس ولا المضادات الحيويه. لا مضادات حيويه، حتى الكورونا لهذا فيروس اللي راهم يمدوا مضادات حيويه. ام يسترجعوا في الامور يقول لك لا، يقول لك هذاك الفيروس اذا كان تركب عليه بكتيريا، مثلا واحد يسني فوق بيض ومن بعد عنده الحمى ولا خضر ولا نخامي خضراء، هذاك بكتيريا تركب على الفيروس. اما الفيروس اصلا ما عندوش. اعطيك صحه. دونك هذه
ما هذه بصفه عامه لازم يفهموها بلي فيروس. وكاين كيما يقولوا جزئيه لازم الناس تعرفها، خاطرش لازم الشعب هذا نتاقلموا معاه. يقول لك ولا غير صح ولا غير العام هذا لا برونكيوليتا دايره حاله. لا لا ماهيش دايره حاله، راهي تقريبا 30 40 سنه مورانا تجينا بصفه موسميه. هذه الفتره بروفيسور؟ لا بصفه انتم خاطرش في احنا في المحيط تاعنا عاديه، ممكن الناس مثلا عنده واحد عنده وليد وواحد وبنت بالتليفون، انا وليدي دخلت وسبيت على مدرسه عم بالهم الدعوه انتشرت. احنا كممارسين خاصه الاستعجالات ظاهره عاديه، ظاهره مش عاديه. انا نوجدوا روحنا مقبل. من نوفمبر الى افريل. بروفيسور ما السبب لتعقد المساله اللي مثلا في المستشفيات؟ يعطيك الصحه. نعم دونك رانا فهمنا بلي هذه موسميه، ما تقولوليش العام هذا ولا غير بزاف ناكاش منها. هذا لو فيروس يجينا من نوفمبر حتى لافريل موسميا. نعم لكن علاش الناس تتهول هكذا؟ علاش؟ وعندهم الحق. ارتباك، حاله ارتباك. علاش ارتباك؟ لانها اولا دائما كيش نقول لك ذاك فترة تجي في فتره الزمان والمكان. نعم لما يكون عندك حالات كبير. عاديه في مده زمنيه معينه قصيره تقول خلاص. تقول لو كان تجيك مثلا حاله كل عثمانه حاله، انا في المصلحه تاعي راني كملت ببعض نحب ندخلوا في الجزئيات، راني خرجت لي بيبي للدار مازال ما وريتش ظهري ما كيما يقولوا هكذاك حتى نلقى زاد تعمرو. سيت علاش كاين بزاف كيما يقول. لكن دونك الفيروس او باين هكذا. لما نقولوا مثلا على الكورونا، الكورونا يقول لك يا اخي كل فترات العمريه، يا اخي هكذا كل فترات العمريه وخاصه لي فيو. في الاول قال لك سي لي فيو، بعد تقول لك اللي عندهم ديابيت. لكن ما هي خصوصيه هذا الفيروس؟ هذا الفيروس يشد الرضع. الرضع اقل من عامين. عندك مكالمة ولا لا؟ لا ما عندناش دكتور. الرضع من أقل من عامين. لكن لما نقول من أقل عامين تقول لي عامين، عام ونص، عام، ست أشهر. لا، يا ريت لو كان عندنا عامين، عام ونص. احنا نقولوا من عامين ونص كتعريف. لكن الأغلبية 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 الساحقة أقل من ثلاث أشهر. مولود الجديد. شوية أقل من ثلاث أشهر، معناتها باش نعطيك هكذا نضحكوا هكذا لي مامون دي فوا كي تجي تقول لي وليدي صغير ثلاث شهور في عمره مسكين كذا، قولها مادام وليدك هو الكبير كاع بالمصلحه، لانه الاخرين شهرين، شهر ونص، 46 يوم، لحقنا حتى 29 يوم عنده لابرونكيوليت. دونك الفتره هذه العمريه واعره باش. بروفيسور سعيد اسماعيل، الظروف المساعده على انه الفيروس ينتشر او يستفحل عند الاطفال الرضع خاصه، اعطيك صح، حتى نتجنب حال هذه الظروف عند الامهات سهله. الو الظرف الاول هو السن. نعم علاش انت ما عندكش لابرونكيوليت ولا انا ممكن يكون عندي لابرونشيت، ممكن عندي لاغريب، ممكن بصح لا حتى في الفترات ان اونفون دو 8 ما عندناش الحق نقول عنده برونكيوليت. نعم. لاني قلت لك محدده في عامين ونص. هذه الظرف الاول للعام العمر. نعم. لكن الظرف الثاني انا قلتها لك تجي موسميه في الشتاء. سي ايفيرنو اوتونال، بين الخريف والشتاء. نعم سي بور سا ما عندناش لا برونكيوليت في الصيف. تجيك خطره في الزمان، ما عندناش لي برونكيوليت في الصيف، هذه محدده في الشتاء. هاي الظروف الاول. الظروف تحبين نزيدوا شويه الظروف، كاين ظروف كثيره. توعيه بروفيسور سعيد اسماعيل؟ لا عندك يا سيدي وعيت انا دي فوا راني كيش نقول هكذاك نتعامل مع الام خاصه يوميا. ناخذوا اتصال بروفيسور ونواصل. ام احمد من غردايه، السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضلي سيدتي الفاضلة، تفضلي نحن في الاستماع. نعم نعم تفضلي، هو في الاستماع. السلام عليكم دكتور، صباح الخير. صباح النور، تفضلي بالسؤال تاعك. دكتور عندي ولدي زاد 7 شهور، زاد السابع. اه وقاعد ضعيف، هو العام راها 10 سنين قاعد ضعيف. 10 سنين؟ ايه شحال عنده؟ شحال وزن كي زاد؟ شحال وزن؟ عنده 10 سنين. شحال زاد اسبوعي. ايه شحال وزن؟ كيلوغرام ولا قل؟ شحال وزن كي زاد؟ كيلو 200 ولا شحال؟ الوزن تاعو لا كيلو ونص. كيلو ونص، كيلو 500. ايه ايه
هو عندي هذا الضعف دكتور كان مقلقني ياسر، مقلقة من الضعف هذا ضعيف. ايه دركا راه يزن حوالي 23. يا مدام درت له كاع نعقبت عليه، ياكل البيتي الكروسفيت يوصفوا له الادوية ودون، وفي التحاليل دائما يقولوا له لاباس. واش من التحاليل؟ التحاليل التحاليل يعطوا له تحاليل تاع الدم، يعطوا له تاع البراز، يعطوا له تاع مدام اسكو الذهن تاعو لاباس به؟ اسكو راه يقرا والفاطن فاطن؟ لا لا مليح، لا لا مليح مليح دكتور ما شاء الله. شحال عندك من دراري؟ كيفاش؟ شحال عندك من اطفال في الدار؟ ثلاثة. الله يبارك. غير هذا اللي عندك بريماتوري، الاخرين لا لا. كيفاش؟ غير هذا اللي زاد لك اسبوعي اسبوعي، الاخرين عادي. لا لا الاخرين طبيعيين ولا باس. اسكو عنده مشاكل في التنفس؟ اسكو عندك مشاكل في التنفس لازم ولا؟ لا دكتور انا ما غير تكلمت على هذا الموضوع على خاطر هو ولدي هذا. ايه. عنده ضيق تنفس ساعات كيجيه. ايه شفتي كيفاه؟ هذه اللي حبيت نقولها لك. كنت دكتور وانا اصلا كنت هكا زعما وانا صغيره كنت هكا بالتلفون، دوكا ثاني يجيني مره على مره قال لي في بالعام لعل الاحماد. لا 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 المشكل عندي انا ولدي احمد فقط. شوفي مدام راهي الدعوه مخلطه شويه. نجاوبوها بروفيسور؟ نجاوبو الى حبيت نجاوبك نجاوبك. نجاوبوها نستقبل مكالمه الزهره من تكرت، السيده زهره من تكرت ثم نجاوبك. بقي معنا في الام احمد محمد، بقي معنا في الاستماع ان شاء الله يجيبك بالتفصيل بروفيسور سعيد اسماعيل ان شاء الله بشفاء الجميع. الاخت زهره من تكرت، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي تفضلي اختي الفاضله. تفضلي. صباح الخير دكتور. صباح النور. باش نسقسيك بك على امي عندها 85 سنه. ايه ايه وديما يجي هاك ديرها الشتاء والصيف هاك ما يحبسش وحاشاك تخرج للخالي. ايه ديما هاك يوجعها تكح هاك ديما بعد. مادام تنخم في الشتاء بزاف؟ هي تخس ايه. نو ما تقوليش برك ايه ها، اسكو راهي تنخم من الشتاء للشتاء، كل شتاء تجي تنخم بزاف. وبالو هاد الساعة مرة ما في وجهها كتكح باقي تخرجي للهواء هكا والله حتى تضرب تمتم تحس بها تدرها. اسكو تجيها كل عام ولا اسكو تجيها كل عام ولا خطرة هذه برك؟ كل عام كل عام كما تدرها. هي جايبة روحها شوية في الميزان ولا لا لا؟ طايحة ها كانت الحق سمينة. سمينة كيسكو كانت سمينة؟ كانت سمينة قالت لك. خامبول سي امبورتون. داكوغ دوك نفهم. كاين اللي يتكيفوا في الدار؟ كاين اللي يتكيفوا في الدار؟ والو والو. سيجاريت. والو. داكوغ دوك نجاوبك. نعم بقي معنا في المشاهدة. بقي نعم أخت زهرة من تقرت إن شاء الله ربي يشفي الجميع. شفى الأم. نجاوبوا بروفيسور؟ نجاوبوا الأولى. نعم. لأنه الموضوع شوية متشعب. مش متشعب لازم كل حاجة في بلاصتها. نعم. هذا كشنو هو البريماتوري بالعربية؟ الخدج. نعم. عندك اللي زاد في أسبوعي احنا نقول نعم أسبوعي بالمفهوم العام. يا هذا مفهوم خطأ على كل حال. واللي زاد ست شهور كيش يسميوها؟ أسبوعي. وزاد هي قالت لك عنده الأحماد. وزاد قالت لك ضيق في التنفس، وزاد قالت لك أنا عندي ضيق في التنفس. لازم كل حاجة في بلاصتها. مش بالضروري هي عندها مثلا لازم كي تشوف وليدها يصفر يقول لك باسكو يما لازم. هذا في نطاق تاع البحث تاع تاع لازم. اما هذا باش نفهم لها بصفه هي مقلقه على شوف لا مامون جامي العبد بصفه عامه. سيد تزوج كيلو ورطل دوكا وزن 23 كيلو. لو كان نديروا العمليات حسابيه شحال لازم ياخذ الطفل العادي العادي مش اللي خدج هذا تلقاه راه مش برك مليح راه اكثر من مليح. صحيح. لكن معليش الام دائما هكذا. اللحمات هذه سهله. هذه اللحمات ما كانش نغنجقوا بزاف. هذه اللحمات تشوف طبيب الاطفال طبيب تاع راني نديرها اسبوعيا نديرها ولا تقدر تقول لي تروح تنحلوا اللحمات راهي تستافد 200% من الاشياء. قعد المشكل الثالث باش نقولها لا ماما حمد يا ربي في الخدج هذا خاطرش موضوع شاسع. كاين زوج كاين ثلث تاع قتال. الخدج يا يعيش يا ما يعيش يا اخي كدو هذا صغير كيلو ورط شكون قال يعيش الا كان انا بين نحبس. نعم لدينا صالح الاخ صالح. نعم من وهران. نعم صالح من وهران. السلام عليكم الاخ صالح. السلام عليكم ورحمه الله. نعم تفضل تفضل اخي. السلام عليكم. نعم وعليكم السلام ورحمه الله. صباح الخير. نعم تفضل. كي راك داير؟ عندي انا في البيت عندي 4 سنين. ايه وراي ال تعمل واحد الكارديو ولا زادها واحد ال شغل حطيت لها فوطولين. ايوا وصحابي
سيرار وينتقل كل زعما 3 موا 4 موا ولا 6 موا تعاود تسمو نعطو هاد الدواء ولينا نديرو هذاك لابورتولين هذوك الاوراج ولا سكليبي بي ولا ماكيت كي عيطو لا 50 لا لا فليكسوتيد ما لازمش نسميو الاسم حتى نديرو هذا ما تسرح فليكسوتيد تاع تقعد بها هذا على الحياه ولا كيما دكتور دوك نفهم لك الى حبيت نجاوبك يجاوبك ان شاء الله ما تقلقش هذا سهل نعم مكالمه زكيه من العاصمه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم جميعا نعم. دكتور انا عندي دكتوره يسمع فيا نعم منين كل العاصمه منين العاصمه القبه خي الناس القبه الله يبارك ها انا عندي انا جده في الحقيقه عندي وليد بنتي من قوه ما شاء الله عليك يا دكتوره ربي يحفظك انا نتبعك ما انا جده ما عنديش ولاد بصح نتبعك انا تعلمت عليك عده معلومات ما شاء الله ربي يحفظك ان شاء الله امين عندي وليد بنتي عنده يقولوا له هما يقولوا له علاقه جلاله ديما على باليش اشك فو يحك عيني كل يوم عند الطبيب عيني هني فو شحال في عمره شحال في عمره الحاجة تعمره 10 سنين ايه 10 سنين ايه 10 سنين واشك فو صدره هكا يسعل كيشم شوية غبرة ولا حاجة هكا شوية ميديتي ولا حاجة في مكان هكا كيروح كيبات عند واحد ولا تجي هذيك السعلة في الليل يصفر ولا ما يصفرش لا ما يصفرش من أكي متأكدة ما يصفرش لا ما يصفرش هو عنده يعني يروح للبيدياتري ما خرجولوش البومبا ما خرجولوش البومبا كما تقولوا في نساء عطاولو عطاولو بصح مسكين وخاصة صباح يحب عيني حتى يحدو طردقوا عينيه ونيفو درتولو دي تيست ولا ديتو لوفتالمو الطبيب تاع العينين ايه راح للطبيب صحه هذه باينه واش عنده راهي باينه واش عنده على كل حال تبعيني ومن بعد نفهم لك اذا حبيت جاوبوها بروفيسور ومن بعد نجاوبك ان شاء الله قايم على المشاهده استاذ الله يجازيك ان شاء الله شفاليه ان شاء الله مع السلامه شكرا اذا نجاوبوا على تاع غردايه محمد غردايه نعم تاع غردايه لا فيجيتاسيون عنده اللحمه تنحيهم ما كان لها تعجن بزاف مازالوا ديجا 10 سنين بزاف ايه نعم حبيت نولي لقلت يا اخي عندي شويه وقت نعم تفضل بروفيسور عندي 3 تعقيدات في الخدج لان هذا هي الاختصاص تاعي الاول على كل حال سي النوفو نعم اما ما يتوفاو لانه لا بلوبار دي بريماتور يتوفاو نعم. يقول هذه حتى في المصله تاعي كاين واحد 600 غرام وعاش ولاباس به او تزوج درك سبحان الله عندك التعقيد الثاني او ما ماتش واش يصرى التعقيد الاول عند الخدج لان الرئه مش ناضجه ضيقه اذا كان شدت الرئه الله يبارك ما شدتش الرئه يولي النموذج الاول نعم كاين الثالث وانا نظن عندي الاهم ما ماتش اسمحي لي على هذا الرئه هذه او سلك او خرج شهرين ثلاثة عامته ممكن لي غران بريماتور باسكو كاين بريماتور غران بريماتور ممكن يكون عنده تعقيدات في التنفس من بعد المشكلة واشنو يصفر واش يقولوا عنده لازم هذه لا ما نقدرش نقولها بالفرونسي سينو يهبلوا يسميها برونكو ديسبلازي معناتها هذيك تاع الرئة اللي مازالها ناضجة يديها شوية يديها عام عامين ممكن أعوام ممكن هذه الحالة هذه حتى إذا كان يصفر مش معناتها لازم لكن التعقيد الثالث بورسا قلت لك قرا ملي حيسك فاهم هو أنه تسلكي بريماتوري بصح يولي لك متأخر ذهنيا ما هو الفائدة حتى أنه الآن في أوروبا ولا في الأوكسيدون يقول لك بريماتوري تاع 200 غرام سلكوه واش ندير به إذا كان عنده تعقيدات ذهنية بماذا ننصحها بروفيسور؟ ننصحها أن الحمد لله ذهنيا ومليح الحمد لله لي فيجيتاسيون تنحيهم الحمد لله أما هذه البومبا تروح ما فيش أي ضرر أنه الطبيب تاعو يدير له البومبا نعم شكرا بروفيسور ربما مع تاع توغورت توغورت نعم الأخت زهرة توغورت اللي تقول على الأم تاعها كبيرة في السن الأم تاعها جوستومون نعم بون وداوني حتى العجايز مي معليش الأم تاعها عندها مرض يسميوه لا ديلاتاسيون دو بونش باش نفصل نعم شتي لي لاستيك ولا لي موسكلي تو لما يكون واحد جان ولا منا يكون لي لاستيك شايد لما العبد يكبر يكونوا شويه احنا مثلا علاش تنفسوا وتنخمي وعادي وكل شيء لكن لو فيو بسبب السن بروفيسور يقعدوا يترسوا هذوك لي كلير نعم يترسوا لتحت ما عندوش لو بومون تاعو كيما لي بونج ما عندوش لو ترافاي اللي كان موالف يخدم هكذا يخدم ملاح الوغ واش يدير هكذا اسمي وين لي ديلاتاسيون دو برونش الخامي يكونوا يترسوا لتحت في لي برونش يعود ينخم وهذه شتويه الى حبيت واش نصحوها بروفيسور؟ نصحوها لازم اذا كان عندها نخامي خضوره توجه لطبيب كاين مضادات حيويه وكاين تانيك
لا كينيزيثيرابي. لازم من داك تروح عند لو كيني يدير لها واسمو مساج. نعم. ويعلمولها كيفاش ترمي الخامي هذو. وتالي لازم تشرب بزاف الماء الماء. نعم. الماء. مش حاجه ربما شويه كبيرة. تمشي شويه لانه تمشي عندك لازم تمشي كل. نعم. واحد لازم يمشي. نعم بروفيسور ايضا نجيب ربما صالح من وهران. الو صالح من وهران. صالح من وهران. نعم صالح من وهران القضيه تاعو سهله. نعم فريمون سهله مهله. اولا مصطلح وليدك عنده لاز إلا ما حبيتش تطيح ولا مش عارف لازم. لا لا ان شاء الله عنده ربي فيه. احنا دائما عندنا امل في الله سبحانه وتعالى. لازم يبدا لازم. احنا دائما عندنا امل في الله سبحانه وتعالى. شوف شوف شنو يقولوا سيد عنده زوج بومبات ومازال يقولوا له وليدك عنده حساسيه. انا ما نحبش الهضره هذه. واحد حساسيه تقولوا له نعطيك بومبا ما لازمش تخلطوا الامور. ودوك نقول لك علاش. ماهوش امر خاطئ مرض خاطئ بروفيسور حتى الاسهل يكون طاب. شوف نعم عادي. ان اونفون كي سيفل هكذا نقول لهم لي مامون اللي نشوفهم. نعم لو كان نقول لكم واش الامراض الخطيره. لا لا اللي يجيو بالصفار كاع اخطر من لازم كاع. انا ديرو قلت صار معهم قلت لهم شوفوا كي يقول لكم عنده لازم روحوا ديروا قصعه في الجامع ولا دير خاطرش هي الحمد لله الاقل خطوره ما بين الاخرين. نعم كاين امراض ما يعيشوش كاع. باش ننصحوه بروفيسور هو راه في الطريق السليم لكن لازم شويه ريغلاج برك خاطرش هو يخلط شويه. عندك لافونتولين هذه كاش نهار نديرو على الرب ان شاء الله. هو لازم يشرب الدواء تاع اون كادو كريز ولازم هذا اللي هو يشربه قال لك تشيني ولا ما تشيني بانضباط وفي وقت ما حتى يقول له الطبيب حبس. نعم كاش هذه خطره ولا زوج. بروفيسور زكية من العاصمه ايضا اللي تحدث على وليد بنتها تقول عنده تعقيدات في التنفس. فوالا شفتي نتناولوا كاع المواضيع. نعم بديناها بلا برونكيوليت مصطلحات اللي كنت هضرت لك عليها جبناها كاع راهم. نعم. في الاول قلنا مصطلح الفيروس. صحيح. ولا برونكيوليت. نعم. عندهم الحق باسكو هادو هادو تقريبا يتشابهوا بصح على الطبيب انه هو يدير هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه. شوفي واش قالت لك الاول عنده البومبا وقال لك عنده لاليرجي وهذه عندها لاليرجي. نعم هذه عندها لاليرجي بصح عندها البومبا افهميها انتيا. لكن لما تسمعي الام لازم تسمعوا مليح الاطباء لازم يسمعوا مليح لي بارون باش يقولوا. ما قالتليش وليدي كي زيرتها شويه قالت لي خرجوا له البومبا بصح كي عيطت واش قالت لي بداتني بالعينين. معناتها الشيء اللي راهي تقلقها فيها سي كوا العينين. هي عندها اون اليرجي عندها حساسيه ممكن تاع البولان ممكن تاع منش عارف واش ممكن تاع لا بوسيير ممكن تاع لوميديتي ممكن. بروفيسور تنصح بالتحليل تاع الحساسيه؟ اعطي لي ساعه نفهم لك. يعني موضوع موضوع شائك خاطرش نعطيك مثال باش نجاوبك. لازم ما لازملوش تحاليل. هو عنده شويه جزئيه في الاليرجي بصح ما عنده نهضر معاك نعطيك بومبا. صحيح يقول لك ما ديرلوش تيست وما ديرلوش هذه بصح هادو لازم تحاليل. نعم وباش نختموا الامور لما ديري التحاليل عم بالك نعطيك دواء. عندك تحاليل او على بالكم عندك بولين لو بولين دونك نحي البولين نحي لي بو دو فلوغ. عندك تاع لو شا واسمو هذيك تاع لو شا نحي لي شا من الدار. ما كاش دواء تاع الحساسيه راني يعني نقولها لك مباشره. اللي يقول لك عندي دواء تاع الحساسيه يجي نكالميوهم او يعرفوا كاع الدواوي تاع الحساسيه بصح هذه الاعراض نداويوها. اما الحساسيه لازم تجتنب اللي عطاك الحساسيه. نعم. هذا احنا مسببات. ولا في الماريكان ولا تحبين يتكلموا بنفس الاسلوب. نعم. عندك متسبب تاع الاليرجي لازم تنحي السبب السبب. لكن الدعوه شويه معقده. كي تجيك المراه تقول لك عندي سبع دراري ومسكن غرفه وين كيفاش تتجنب؟ وين كاين لي كوات الفاليزات الاخر كلش في غرفه وراجلها ماشي محال قاعد يتكيف فيهم بعد تجي تقول لك اعطي لي دواء تاع الحساسيه. لازم الناس لو ديسكور دو الشفافيه ولا فيغيتي. نعم حقيقه ما نكلخش نقولها مادام راني عندي واحد الدواء نعطيه لك كلشي يروح الحساسيه سي با فغي. غادي نسميوها باللغه تاعنا لو كونترول دو لوفيرونمون. واش كونترول كيفاه؟ مراقبه المحيط. المحيط نعم اللي يتكيف برا اللي ماشي برا جو فيغ ما مازيدش تهضر معايا او ملاحظه المحيط لا بوسيير هذه لي شا لو بولين هذه هي. نعم الزرابي هذوك الزياده هذوك الزرابي على بالك تاعو انا كيفاش ومن كل واحد البيئه تاعو دونك هذه هي هذه حساسيه
من بين الحالات القلائل اللي لازمها التعيار. نعم لازمها التعيار. نعم بروفيسور سعيد اسماعيل، ربما نتحدث على الفيروس، نعود نرجع فقط على الالتهاب. نعم التهاب القصيبات جيت الهوائية. عليك رسائل مباشره ان شاء الله برك ما نسى. نعم الشعب الهوائيه قلنا انه هو فيروس، يعني أيوة. كيف يمكننا ان نتفادى الفيروس عند الرضع وعند الاطفال الصغار؟ اسمحي لي برك قبل ما نجاوبك. ايه طبعا طبعا خاطرش باش ناكدوا واش خاطرش رانا 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 هبلين مع المشكل هذا. رانا نستقبلوا الرضع الصغر يسعل ينخم هكذا ليكلار، يقولوا لك ليكلار عنده شويه حمى هكذا. كاين سمعوا مني مليح، كاين ثلاث مستويات نقدر نقول لك 95% يجيو للبوكس نكزامينيوهم حتى سمعوني مليح حتى اذا كان يصفر، خاطرش تاوعنا على العذاب كيفاش مخدومين حنايا. ما ديروا له والو، ما ديرولوش البومبا، او الطبيب عيط لي قال يقولوا له يديروا له الايروسول. هذه رسائل هذو كاع الحالات الخفيفة برونكيوليت ليجير. والله الطبيب تاعنا مسكين، طبة تاعنا خاطرش نديروا لنا دوات كل صباح. نعم لو كان يقول لي راني ديت له لافونتولين مسكين راسو يطير. لو كان نقول له الصباح واش درت له، يقول له راني ديت له لافونتولين منا ولا بون، يخافوا شويه دوك يعرفوا واش يديروا. هذا نديروا لهم سيروم ونجيبوا لا مامون نعلموا لها كيفاش نديروا السيروم. نعم. وتروح للدار. نعم. 95% تاع لي برونكيوليت في الدار. نعم. تقدر تقول اكثر من 5 اوروزمون. ايماجين كاع لي برونكيوليت. نعم. في المستشفى. المستوى الثاني، المستوى الثاني شويه زرقه، شويه زرقه لازم لها الاكسجين، نديروا لها شويه الاكسجين، نديروا لها توجور سيروم صالي. عندك حالتين، يرضع الله يبارك، ما يرضعش ان بيبي ما يرضعش واش ديري له سيروم. صح. كاين حاله هذه تقعد نهار، اقل من نهار في المستقبل، بالاستعجالات اقصى حد نهارين تروح للدار. نعم. نقول للنساء ومن بعد واش يقول لك يا طبيب مازال هو يخرخش، يا طبيب يا مازالوا هذه، يا طبيب. قلت لهم شوفوا كاين زوج حوايج يدخلوا لسببين، اما ما يرضعوش اما زروقيه. بوان باغ. وقتاش يخرجوا؟ لما يرضعوا وما يستحقوش الاكسجين. نعم. سي كلير. نعم. اسكو تقدر تخرجي واحد ومازالوا الاكسجين؟ امبوسيبل. اسكو تخرجي ان بيبي ما يرضعش؟ دونك تقول وقتاش نخرج وقتاش نخرج قول هاي لك. كي تقولي البيبي تاعو يرضع وكي كي نحيولوا الاكسجين نلقاوه ماشي زرق بلا الاكسجين، هذاك علامات باش يخرج. الحاله الثالثه هي الخطيره، هي اللي تطلع للسيرفيس. كاين ميم حاله هذيك تطلع للسيرفيس. كي نطلعوا للسيرفيس مش معناتها نديروا حوايج اخرين، لانه في السيرفيس الام عندها مطرح تاعها والبيبي عنده البيرسو، نعطيو له واش كنا نمدوا له استعجالات نمدوا لها الفوق. لكن المده تاع الاستشفاء تكون اطول. كانت الحاله الخطيره 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 اللي تقدر توصل حتى للتنفس الاصطناعي. نعم. لكن نادرا نادرا ما نوصلوا هذه. نعم. تقريبا نحلوا المشاكل. نعم بروفيسور سعيد اسماعيل ما جاوبتكش على السؤال تفادي تاعك. الفيروس كيف بارك الله فيك. لانه قلنا مثلا بروفيسور قلنا في فيروس كورونا لدينا العديد من الاجراءات الوقائيه عرفناها فقط مع فيروس كورونا، في حين انه كل فيروسات نقدروا نجنبوها بنفس الطريقه. احنا عندنا واحد العادات مثلا بروفيسور انه الطفل الرضيع الجديد المولود الجديد يعني هناك ضيوف هناك اهل هناك هناك قارب يعني يعني الهدف الاول انه يشاهدوا هذا الرضيع او التقبيل الى اخره. بارك الله في فو با كومبليكي لي شوز. سي فري انتوما صح انتوما ولا الشعب بصفه عامه جاتهم مع الكورونا، جاهم العلم مع الكورونا. في الحقيقه لا برونكيوليت هذه والله العظيم انا نقول لك راني نتكلم بحراره خاطرش انا نعانيو. كل عام نقولوا نفس الشيء، روح انت قولي لهم برونكيوليت لازم له الماسك، لا لا لازم يشوفوا الاموات ولازم امريكان ولي جابون يديروا باش بالك بالك. احنا عندنا اعوام واعوام واعوام نقولوا لا برونكيوليت تجي كل شتا والتجنب هو هذه. لا يفضل يجي وليده بلا سيانوز ومن بعد كي نقول له مسيو كيفا يقول لي والله اختو عداتو والله غير فلان عداته والله كذا تما يبدا كيما يقولوا العالميه تاعنا يتكاكا شويه. علاش 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 ما تسمعوناش من قبل؟ صحيح توعيه. ومن بعد من بعد تجي تقول لي وقتاش نخرج؟ ونعطيك الصحه. بون انا نهضر كذا يقول لك وانت يا كيف انا ديفا نقول اسمع ما جيتش من ماريكان انا عندنا كاع نفس العادات لكن شويه لكن شويه يرحم بابك هذه مش عارف هنايا والله لا ديفوا ولا غير ديفوا مشاكل. حديث بروفيسور سعيد اسماعيل من القلب مشاهدينا الافاضل. إيه بار اكزومبل نعم تقول لي شكرا بارك الله والله غير نقول لك والله غير نقولها لك باش الناس تاسون حنا كاع زايرين ونعرفوا. وحده مسكينه تبكي تبكي. اون جون مامون انا نخلط شويه نعرف واش كاين. قالت لي العجوزه تاعي علاش قالت لي علاش ما جبتليش وليدك نشوفه؟ قال لي جبتها لها دوك ما تجيبش المشاكل بين عجائز والاخر. ربي مي ربي يخليهم كاملين. مي العقل كوميم العقل
قولها راجلها يفهم لها إذا كان يمه مش تحرمي البيبي من جدتها. لكن اللي ضروري حتى في الدين كاين سبحانك الله العظيم ضروره تروحي لي ديري العقيقه تجيبي لي كاع الناس يروحوا كاع يبوسوه يروحوا كاع نو 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 تحبوا ما تجيبوش ولادكم السيانوز. روح لو كان ديروا روبورتاج تشوفوا ان بيبي دو 29 جور كيفاش زرق اختو هذه ما كان يختوني ريان ديوتو خليه في بلاصتو شوفوه من البعيد. نعم صحيح شوفوه من البعيد. نعم كما الحجر الاسود شوفوه من البعيد برك ما تمسوه ما حتى الحجر الاسود قال لك ما تمسوه شوفوه من البعيد وربي يبارك له ان شاء الله وربي يبارك له. دونك سي تري امبورتون واش راكي تقولي لي اذا كان حبينا لو ميساج اللي لازم اون فالو كاردي في ليميسيون هذه هي واش قلتي. نعم وقايه الوقايه الوقايه. نعم. شحال عندك نعطيك مثال يقولوا لو كان نقول لك راني عندي شويه وقت. نعم نعم تفضل. نقول لك نقدر نفري لك مشكل في لابرونكوليت في 99% راني شاطر ولا لا؟ الا قعد لي 1% رانا ملاح ولا مانيش ملاح؟ نسالك 1% بزاف ولا شويه؟ 1% شويه ولا بزاف؟ في بالك بارابور في مقارنه ب 99% 99% رانا بيان. نعم طبعا. تعرف شنو 1%؟ نعم 1% معناتها 1 على 100. نعم. وعلى 100,000 شحال؟ 1000. هنا 1000. 1% 1000. 0.1% عندك 100. وانت المصلحة تاعنا تدي واقيلا 20 مطرح. مانيش نهضر على المصلحة تاعي. صحيح. 57 ولاية. يعني راهم يتراشقوا لي مالاد. ما كاش بلاصة هنا، ما كاش بلاصة هنا، ما كاش بلاصة هنا. ونفتح قوس موش تزاير برك خاطرش حنا لازم نفهموا كلش او جا دخل تزاير لا هذا منتشر في البحر الابيض المتوسط بصفه عامه سي اون مالادي دو لا ميديتيراني بصحه عالميه لو فيروس هذا شتا تاعنا وتاع امريكا ماشي كيف كيف هي لو فيروس يجي مع شتا الظروف اللي قلناها من قبل. بروفيسور سعيد اسماعيل شكرا لك على هذه التوضيحات ان شاء الله ميزان الحسنات يا رب ان شاء الله ونلتقي ان شاء الله الاسبوع القادم إن شاء الله. شكرا بارك إن شاء الله فيك. اذا مشاهدينا الافاضل ندعوكم الان لمتابعه روبورتاج عن موضوع الرفق بالحيوان رفقه زميله احلام قطاف ونعود بعده بحول الله تعالى. في حسنها أشعتها مثل أبها حلا تسير وتعلو بجو السماء. أوصت الشريعة الإسلامية بالإحسان إلى الحيوان والرفق به يعتبر أعلى درجات العبادة. إكرام فتاة تهتم بتربية الحيوانات حكاية شغف جمعتها بهذه المخلوقات منذ طفولتها. انا اكرام بديت بالعفسه تاع تربيه القطط عندي عامين وملي كنت عندي 9 سنين نحب القطوطه يعني نحبهم ونعرف عليهم كلش ونتهلا فيهم الماكسيموم وثاني بديت على العفسه تاع لاغارد اللي ما كانش بالك في الجزائر بزاف دونك كي بديتها ما لقيتش اقبال بزاف مي هاد الاونه الاخيره ولا الوقت الاخراني راه فيه لقيت فيه اقبال تاع ناس حبت تعرف شنو هذه العفسه تاع تربيه القطط شنو العفسه تاع لاغارد تاع لي شا كي يحبوا يشوفوا ايام كاين اللي يجوا يشوفوا وحبوا يعرفوا نحكي لهم لي تاع كيفاش نديروا كيفاش نتهلاو بالقط تاعهم في وقت الغياب تاعهم ولا وقت السفر تاعهم بيان سور نكونوا معاهم يعني ما نخلوش القط وحده في لاغارد نكونوا معاه يكون شنو نقولوا نعم نهتموا بهم نعتنيو بهم ثاني وكل ساعه هكذاك نديروا عليهم شنو نقولوا نطلعوا عليهم فوالا واش خاصهم ما خاصهمش شغل راهم عندهم شغل ما بدلوش بلاصه صح تبدل عليهم بلاصه سي شويه يكون كومبليكي الحاله مي حنا نديروا البوسيبل تاعنا باش يحسوا روحهم بيراهم عندهم ما بدلوش بلاصه برك حنا نديرو لاكارت كاين قط كيما اللي عنده ماليه بالك يخبط له لاسيت كاين اللي يخبط في ساشي تاع لي كروكيت كل قط كيفاش مي انا جينيرالمون سي بالوقت حافظ الوقت القط ياكل ما ياكلش بزاف القط ما عندك ثاني لازم تحفظ الوقات اللي ياكل فيهم تريسبكتيه والقط ماشي محتاج توكليه بزاف ماشي محتاج تخليه يجوع دونك كل قط وكيفاش حكايه الماكله هذه هي دونك حكايه المرض كيفاش كاين يبان عليهم اعراض الاعراض ديالهم حاشاك يردوا حاشاك يبان عليهم الاعراض تاكتمو هنايا لازم ندخلو ما نخليهمش هكذا كيروحوا عند الفيتيرينير يعني كيقولوا حاله استعجال يروحوا جاتهم الفيتيرينير يطلع لافيون يديهم دواء
يشوفش فيهم، كاين اللي خليهم عنده كاين اللي يقول لي رجعهم للدار صابهم ملاح. مي جينيرالمون لو كان ما تفيقش القط اذا راه مريض لا 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 تما كابوب لي بلي كاتاو شو كاتاستروف غراف يعني، لازم تعرفي له لا مريض هذاك الوقت لا لا. مي لازم تفيقي مع ليكسبيريونس مع الوقت مع القط اللي تري مع القط مع القط بزاف تفيقي له. تعرفي العوايد ديالو. كرست إكرام وقتها للعناية بالقطط، لم تكتفي بهذا فحسب، حبها الشديد لهذه الفئة جعلها وشقيقتها تتخذان وظيفة لهما ألا وهي حراسة الحيوانات الأليفة، وتعتنيان بما يقدم لهما من قطط التي تحتاج إلى الرعاية. هي الفكرة بدأت بيا أنا، كنا رايحين سيجور أبخي ما سمناش ونحطو قطة تاعنا، حوسو يبا حطيناها عند لافامي، قاعدين غير نخمو لا فامي تجيهم ثقيله كيفاش كدا قطه. ايبا قلت لها اكرام علاش ما نديروش حنا لو غارديناج، سي تان سيرفيس نعاونو به الناس ونعاونو به روحنا، هذه هي حنا قاعدين نقراو في لافاك عندنا وقت، ايبا نولو نعسو القطوطه. ابري افيك لو طون بدينا ما كاش لي كليون بزاف، بدينا بلي زانونس صغار، بدينا مع لي زانيمالري يعاونونا شويه. ابري افيك لو طون بداو الناس يسمعوا هذا سي كوا، نجو نشوفو، حبوا يشوفو، ارواحو مرحبا بكم، سي دي شا سي دي شيا، كيفاش لي شا ما يتخلطوش مع لي شيا، قاعد يخمو انا القطة تاعي ماذا بيا ما ميدنالهاش لو شيا. اي بان درنا لو شيا ابار بلا في لو جاردان اي لي شا ا دوميسيل داخل الدار. المنطقة اللي راني فيها يعني ماشي معروفة بزاف، تما الناس اللي تجي تحوس تعرف كيفاش، تحوس تعرف البلاصة وين ندير لاكارد ايتو، كيشوفو ايتو كاين اللي يجي يحط القط كاين اللي لا لا. مي حنا نلقى بزاف اقبال في موسم الصيف، موسم الصيف يجيو بزاف ناس يقول لك فوالا عندي فواياج عندي ديبلاسمون نحط القط تاعي عندك، دونك نلقى اقبال في الصيف. وهنايا اللي انا نكون اوبليجي تاع المدة تاعو تاع يبقى القط ما نديرهاش طويلة، انا سان شغل نقسم وقتي تاع ما يفوتش الاسبوعي 15 يوم ما يفوتش هكذاك. وثاني كش نقسم وقتي سي كل قط وكيفاش كما كتشوفي كيجوني بزاف قطوطه نكون اوبليجي تاع ندير لي كاج، مي ما نخليهمش داخل لي كاج، شغل نخليهم شويه هكذاك مفتوحين باش يقدر يدخل ويخرج باش ننظم كل قط كيفاش يقعد. ثاني كيفاش ما نقبلش بزاف قطوطه ثاني باش ما تجينيش لا بريسيون ثاني، ما نقبلش بزاف فوق 5 قطوطه هكذاك. حبيت نكبر المشروع انا مادامني يعاونوني لي فيتيرينار بلي كونساي بزاف عفايس يعاونوني لزانيمالري مادا بيا انا نكبرها تولي ماشي غير سيرفيس واحد في دراريا، مادا بيا بزاف لي سيرفيس، مادا بيا نكبرها نبداها من الدار نكبرها. انا جي ان ايتاج بور لي شا توت ان ايتاج بور لي شا، اي با مادا بيا نكبرها تولي في لاتيراس برا تولي، انا مادا بيا سي مون بوت اي مون غاف ندير توت ان فيلا بور لي شا تالمون جيم بيان لي شان. كي بدات هاد العفسه بدات كنت في عمري 12 كنت نمشي هكا برا نلقى قط يبا نجيبو، يما تجيب معاها لي سورانغ هكا عندها لي سورانغ نبدا نوكل لي شان صغار هكا نوكلهم. بدات وبدات محب شغل هذا شغف، عندي شغف مع جهه القطوطه نشوف قط ما نقدرش نخليه هكا. يا لو كان نروح عند كاش حانوت ونقول له عندك قرعه مفرغه يقول لي داكور عندي، نقطعها له والراجل يحير يقول سي كوا، نقطعها نعمر الماء من عنده هذه في الجي سونتر نعطي لهم دي فون شري باتي، باتي ماشي مليح مضر عليهم مضر عليهم، مي معليش نسي كيفاش يلو كان بشويه نعاونهم يلو كان بشويه. يقول لك القط ما يقدرش يهضر ما يقدرش يعبر لك على واش كاين، ما من الكلب ما يقدرش يعبر على واش كاين، مي لازم تعطي له لازم تعاونيه باش تقدري. ويقول لك كما يقول لك ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. التعامل مع الحيوانات الأليفة والرفق بها سمة إسلامية، فهي كائنات تشعر وتتألم، يتوجب علينا معاملتها باللين والابتعاد عن أذيتها لنيل الثواب في الدنيا والآخرة. تلألأت الشمس في حسنها. جدا بتجدد اللقاء بكم في حصتكم وبرنامجكم تاج القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. ويسألونك عن ذي القرنين.
قل سأتلو عليكم منه ذكرا. كتاب صاحب التاج، تاج الكرامة وتاج الوقار، فاتح بابه من كسن. إذن هنيئا لفاتح بابه، هنيئا لفاتح بابه لقب تاج القرآن الكريم. من هي صاحبة تاج القرآن الكريم؟ من سطيف سوسن بوهالي. إذن هنيئا لسوسن في المرتبة الأولى وصاحبة تاج القرآن الكريم. كلامه تاج الكلام وقدره جاوز غام الغرام. تصفيات برنامج تاج القرآن الكريم قريبا على قناة القرآن الكريم. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأفاضل، دائما نتواصل معكم إن شاء الله تعالى في الخير. نرجو أن تكونوا أوفياء لكل برامجنا. هذا برنامج تاج القرآن الكريم، البرنامج الضخم الذي يسهر على أعداده الطاقم العامل بقناة القرآن الكريم. دائما نواصل مسيرة حفظ القرآن الكريم في الجزائر، دائما مع القيم الهادفة والنبيلة من خلال قناة القرآن الكريم، وبعض الضيوف إن شاء الله تعالى الذين يأتون إلى قناة القرآن الكريم دائما بخلفية الهدف النبيل. ندعوكم لمتابعة ضيف الضحى بعد هذا الفاصل. لأت الشمس في حسنها أشعتها مثل أبها حلا تسير وتعلو بجو السماء. إذن مشاهدينا الأفاضل مرحبا بكم، تتزين اليوم قناة القرآن الكريم بهذه اللوحات الجميلة. طبعا ضيفتنا اليوم هي جمعية زهرة بلادي ورئيسة الجمعية السيدة الحقاوي شهرزاد. السلام عليكم، صباح الخير سيدتي الفاضلة. السلام ورحمة الله وشكرا على الاستضافة. نعم لا شكر على واجب. طبعا هذه الجمعية يعني فيها العديد من النشاطات، من ضمنها نشاطات فنية ثقافية وأيضا خيرية، يا حبذا تعطينا لنا يعني نبذة هكذا عن الجمعية. يعني جمعية زهرة بلادي تم تأسيسها في 2013. من بداية تأسيس تاعها وهي يعني عندها عدة نشاطات خاصة للشباب والأطفال. جمعية عندها عدة نشاطات في الفن التشكيلي، خاصة فن تشكيلي الرسم، و يعني حنا في دورنا دائما نديروا الاستكشاف للمواهب، المواهب وخاصة في مجال الرسم. نعم. لأنه الرسم أنا نشوفه بالنسبة لي للطفل هو اللي يقدر يخرج وش عنده الطاقة الداخل. نعم. وعندنا عدة نشاطات نقدموها في الجمعية حتى في الأيام الكوفيد كانت. نعم. عامين هادو ما احنا نخرجوا الماكلة، نعاونوا إعانة للناس المعوزين محتاجين. يعني كاين الناس اللي كانوا يخدموا ولا ما يخدموش. عندنا يعني درنا الو كوفيد اللي كنا نتصلوا بين الناس نقدموا لهم اعانه تاع الاكسجين. كنا كاين عائلات اللي كانوا يمرضوا كاع، الام كي تمرض راه حيمرضوا كاع. نعم. انا بالنسبه لي كي تمرض الام صحيح حل العائله كاع حتحبس. حنا كنا درنا اتصالات وكنا نقدموا الوجبات تاع يعني حسوه ساخنه سخونه في العشيه لبويا ولا هكذا نقدموه لهم للعائله تاعها باش ما نخلوهاش تحس باللي راهي مريضه وما كاش كون يطيب لهم. ما كاش كاين حتى صبنا عائلات كامل اللي مرض. نعم. كل الاولاد كل الزوج كل الام. وقدمنا تانيك اعانات تاع الامه اللي توفاو الاهل تاعهم، تانيك عاوناهم في بدايه السنه. يعني كل مره عندنا حتى. نعم. في ايام تاع تيزي وزو اللي كانت الحرائق توجهنا لتيزي وزو في اليوم الاول وكانت اعانه اسبوع، حنا نقدموا في الاعانات كاع بجايه كامل هذيك الاماكن. طلعنا حتى لتوجاني كانت اعالي جبال تاع بجايه. نعم. والحمد لله الحمد لله. يعني عندنا شباب اللي راهم واقفين وهاد الشباب هو اللي نحييهم يعني بدورهم. حنا ما نقدروش وحدنا الجمعيه، عمرها الانسان يكون فيها وحده، دائما يكون كاين الشباب وكاين متطوعين يقدموا هذه الرساله النبيله انا نشوفها. نعم. لانه صحيح الانسان المتطوع حيتكون عنده حاجه يعني حيفتح عليه ربي اي مجال. نعم. اخر.
سيدتي شهرزاد الحقاوي، لماذا جاء اسم الجمعية زهرة بلادي؟ من اقترح هذا الاسم؟ لأنه متميز أنه تمازج بين زهرة بلادي الحبيبة الجزائر، فبالتالي الجزائر موجودة في هذا العنوان، الزهور أيضا اسم متميز، فبالتالي لماذا جاء هذا الاسم؟ ما الذي تقصدون به بزهرة بلادي؟ زهرة بلادي هذه تسمية سماها الابن تاعي. نعم. كان في عمره 11 سنة 10 سنين هذا. نعم. الوقت سمع باللي حنأسس جمعية، سمعني نهضر مع الأصدقاء تاعي اللي كنا أعضاء الجمعية اللي كنا حنأسو، سمعني نهضر نقول واش نسميوها واش نسميوها، هو اللي اقترح هذا الاسم، قال لي أمي وعلاش ما تسميهاش زهرة بلادي؟ قلت له كيف زهرة بلادي؟ قال لي أنت الأم تاعي، أنت حتقدمي، يعني الأم هي اللي تكون عندها الطفل اللي تكون عندها، هي قصد بال الشباب، قصد بال هما الزهور تاع البلاد. نعم ما شاء الله. يعني انت تحترمين جدا الطاقات الابداعيه الموجوده في الاطفال، لذلك تحبذين الرسم والنشاطات الفنيه والثقافيه الى اخره. ربما نتوجه بالحديث عن اهم النشاطات وعن نادي الحرفي الصغير هكذا في الجمعيه. اكيد هذه الحرفي الصغير الانطلاقه تاعها كيفاش بدات؟ اول نشاط نقدمناه كان عن طريق الفيسبوك. نعم. في الايام الحجر الصحي درنا مسابقه، فتحنا مسابقه للرسم، احسن رسم حيكون عنده يوم تكوين من عند الجمعيه. فتحنا رسم، خرجوا يعني داروا المسابقه، كانت عن طريق يعني شكون يدير جام اكثر. خرجت المتنافسه بن قاوه فريال هي الثانيه. نعم. خرجت الثانيه، كانوا خمسه الاوائل، قدمنا لهم التكوين عندنا وقلنا لهم ارسم هديتك، اخدم هديتك بيدك. نعم. سجل هذا هو الاول اللي خدمته في هذا هو الهديه تاعها. انا علاش خيرت كما نقولوا هذه نسيت شاف شغل لها شحيحه بال نعم تحفه يعني قدم قلت لها يعني باش يحافظوا عليها وباش يخبوا مبلغ مالي ولا حتى تكون فوالا شحيحه تخبي فيها دراهم تاع العام تاعها، ولا تحب تشارك في اي مسابقه يكون عندها مبلغ تاعها خاص. يعني كل طفل قدمت له هذه الهديه وتضفي ايضا جمال على المكان. اكيد في الغرفه تاعها ولا هكذا تقدم، يعني قال الاطفال كل واحد واش خدم. نعم. وهديه يعني البيت تاعنا باش يخدموا هديه بيدهم. نعم. من هذيك الانطلاقه تاع الهديه بيدهم سميناها ورشه الحرفي الصاعد، نشكر فيها الاستاذ خاصه. استاذ نعيم ولاص اللي عطانا الفرصه وقدم التكوين مجاني في هذيك الفتره. من ذلك الوقت يعني تواجهنا المديرة الثقافة اللي دعمتنا في هذا المشروع. نعم. نحييهم كي دعمونا فيه، قدمنا ورشة كل سبت في باب الواد، تعلموا عندهم دوكا سبعة أشهر. نعم. هذا بمناسبة يوم العالمي لحقوق الطفل كان 20 نوفمبر، درنا لهم مسابقة، وهذه المسابقة أنا بالنسبة لي باش تكون تحفيز وتشجيع. نعم. درنا لهم يعني هاوليك اول، وهذا ما ينتظره الاطفال دائما من تحفيز وتشجيع. اكيد ما كاشني ما خرج بهديه، يعني انا ما قلت زعما هذه الاولى والثانيه كانت عندهم نفس الهدايا. نعم ما شاء الله. ونفس يعني الميداليات كانت تختلف برك. الميداليه الاولى والثانيه تختلف، ما خرجوا كاع بالشهادات. نعم. تشكرين هذا الامر. نعم. ايضا قاوه فريال تحضروا معنا قاوه فريال، وهي احدى المتسابقات في نادي الحرفي الصغير والتي نالت جوائز، حدثينا عن تجربتك مع جمعيه زهرة بلادي فريال. السلام عليكم. السلام. نشكر جمعية زهرة بلادي اللي فتحت لنا المجال باش تعلمنا هاد الخدمة. نعم. ويعني كانت البداية تاعي في فيسبوك كانت جائزة ثانية ورحت تعلمت. نعم. كي تعلمت ماتماتيك يعني جامي اللي توقعت بلي حنولي نخدم هاد العفايس. والحمد لله. نعم يعني ما شاء الله. كيفاش يعني كانت عمليه ربما المزوجه بين الدراسه وهذه الحرفه او هذه يعني تفجير طاقه متميزه من خلال هذه الجمعيه، يعني الجمعيه التي ساهمت في تفجير هذه الطاقه الابداعيه فريال؟ يعني كان وقت في اي سنه تدرسين؟ اولى علمي. سنه اولى ثانوي. اولى ثانويه ما شاء الله. نعم. يعني كان وقت مخصص لهذا المجال. نعم. ووقت مخصص للدراسة. نعم. حدثينا عن كيف يعني تصنعين تلك اللوحة التي أمامك الآن؟ هذه فيها هل هو رسم؟ هل هو ما عبارة عن هذه فيها فخار. نعم. كان نقدر نرسم فخار على الزجاج. نعم. هذه فخار فيها ألوان الأكريليك غير ضارة للطبيعة، وهذه رسم. نعم رسم. نعم.
والالوان طريقه اختيار الالوان ايضا يعني راهي ادماج ما بين يعني يكون طريقة الألوان عندها هي الاختيار نعم. تخلط الألوان وعلم لهم الطريقة كيفاش أساتذة الرسم موجودين أكيد يعلم لهم كيفاش يكونون الألوان الدمج ما بين الألوان نعم إذا نتوجه أيضا للحقاوي شهرزاد ماذا عن هذه اللوحات حدثينا عنها التي يعني أنا مادا بيا هي اللي تقدم باسكو هذه اللوحة هي اللي قدمتها نعم تفضلوا هنايا نذكر يعني يقولوا البيئة يعني حنا نحافظوا على البيئة يعني كاين أهداف نبيلة كاين عندنا عدة تقنيات يعني مادا بيا هي اللي تهضر على التقنيات هي كاين تقنية ديكوباج تقنية سيرفيتاج وكاين هذاك الجورنان يعني إعادة تدوير نعم درنا بالجورنان ولصقة ومن بعد تكسبغناه نعم درنا فيها فيها السيرفيتاج ديكوباج والالوان تاعي على ماذا يعبر فريال هذه اللوحه ماذا قصدتي به على رجل الترقي نعم يعني كانت لوحه متميزه وتخدم فيها ست التقنيات هذه اللوحه نعم. متكونه من ست التقنيات نعم ست التقنيات متكونه فيها هذه اللوحه نعم وذكرنا ثاني لوحة الأخرى نقولوا إن حتكون هدية لإذاعة القرآن لقناة القرآن الكريم قناة القرآن الكريم هذه هدية يعني فيها عدة تقنيات ثانية نعم. وخصصنا المرأة العاصمية نعم. الحراير تاع الجزائر نعم. يعني ذكرنا درنا رسمة تاع المرأة الجزائرية ومن رسمها هي ثاني نعم. حدثينا عن هذه اللوحة فريال هذه فيها المرأة الجزائرية نعم. فيها تنت ألوان الأكريليك فيها لاباتوليا نخدموها بالبوشوار هل التقنية الجديدة اليوم تساعد في عملية الرسم في ريال؟ من أين تتعلمين أكثر؟ هل ربما فقط جمعية زهرة بلادي أو من مصادر أخرى لتعلم الرسم هذه التقنيات؟ كنت نعرف نرسم من الأول نعم وبعد ذلك زدت دخلت مع جمعية زهرة بلادي ثم زدت تعلمت أكثر نعم ما الذي تعطيه لك جمعية زهرة بلادي؟ ما الذي أضافته لي في ريال؟ كاين فايس كيما هادوما انا كنت نرسم على بالقلم فقط نعم وبدات كيفست وليت نخدم هادوما نعم ما شاء الله يعني هي يعني ماهيش غير هي انا نتكلم عامه على الاطفال اللي ما عندنا الشباب اللي ما عندنا كان بصفتي كممثله عنهم جميعا انا من 8 سنين حتى 18 سنه راهم عندي هذه الحرفه حرفي الصغير هاد التقنيات اللي يتعلموا فيهم كانوا غير الكبار ما يتعلموهمش اطفال صغار هادو كانت التقنيات تروح غير الكبار انا بدور يعني شفت باللي وعلاه الطفل نحرموه من حاجه اللي يقدر يتعلمها وعلاش حنا نحدوا السن نقولوا غير من 25 سنة ولا من 20 سنة يقدر حتى الطفل عنده إمكانيات عنده نعم. قدرات وعنده يعني يقدر صدقيني راني نحسها كي راهم يجوا الأطفال عندنا لأنه كل واحد والظروف تاعه يعني عندي أطفال نتابعوهم احنا عندنا جلسات عندنا مع الأولياء تاعهم مرافقة نفسية وكامل يعني شفنا أطفال اللي كاين إمكانيات تاع العائلات تاعهم ما يقدروش يديروا لهم الرياضة ما يقدروش يخرجهم دخلنا اماكن ترفيه حنا كي جبناهم عندنا الجمعيه ولينا حنا نخرجوهم حنا صدقيني حتى الاولياء ولاو يقولوا لنا باللي هذاك السبت يسناوه بفارغ الصبر لانه كي يجي للورشه حيفرغ كاع الطاقه السلبيه تماك كي يدخل للدار يقول لك باللي يحب يقرا يحب يراجع يحب صبناها باللي حتكون انتغابي لهم نعم يعني كأنها يعني جلسة نفسية جلسة هكذا. نفسية نعم وحسينا من كل طفل اللي رانا نقدمه كل واحد السن تاعه يعني من 8 سنين 10 سنين 14 سنة كل واحد حسيت عنده سر كان مخبي وهو يخرج فيه نعم. حتى هما ولاو يبدعوا يعني نشكر دائما نشكر الأستاذ يعني بفضل الأستاذ أكيد نعم. هو نوجه له التحية تحية الأستاذ نعيم والاص هو اللي فتح لهم يعني هذه الورشة ويخليهم كل واحد واش يدير التقنيات تاعه نعم. البصمة تاعه يعني هو يعطي طريقة ويخلي الطفل هذا كل واحد يمد البصمة تاعه احنا نهار 20 نوفمبر كانوا الناس رجال التحكيم كانوا الناس يحضروا كي يبداو يشوفوا في المعرض يشوفوا هذوك اللوحات قال كيفاش هادو ما الدراري رسموا هذا ما كانوش مصدقين كي جلسوا معنا وقعدوا في الورشه شفنا درنا ورشه حيه بداو يشوفوا هذوك الاطفال كيفاش بداو يرسموا وحدهم نعم. حتى الاستاذ خرجنا يعني ما كانش لجنه التحكيم هي اللي كانت واقفه نعم. ما كان حتى واحد هذه في نادي الحرفي الصغير نادي الحرفي الصغير نعم. يعني عندكم نوادي في الجمعيه زهرة بلادي أكيد أكيد نعم ده. بينها هذا النادي نادي الحرفي الصغير عندنا حتى نادي السروبان نعم نراه هنا في دار شباب عين بنيان
الدعم دائما من مدير الشباب والرياضة اللي نحييهم تاني هما اللي راهم دايرين الدعم على الصروبان. عندنا ورشة الحرفي الصغير وعندنا أنا بالنسبة لي نقول المسرح، مسرح الطفل. هذا المسرح حنا خصصناه للطفل كرسالة، لأنه الطفل ساعات كيكون يتقدم مسرحية ولا حتقدر توصل له رسالة أفضل من تهضري معاه. نعم. درنا مسرحية تاع الأسد المغرور. نعم. اللي جوزناها عندنا ما شاء الله ما شاء الله. الأسد المغرور، علاش هذه الرسالة تاع الأسد المغرور؟ نعم. باش نقدموا الطفل ما تكونش مغرور يعني. صحيح. شكرا بارك الله فيك الحقاوي شهرزاد رئيس جمعية زهرة بلادي قهوة فريال. شكرا الفائزة بنادي الحرفية الصغير، نتستقبل لكم إن شاء الله في يعني مقامات أخرى بإذن الله تعالى. طبعا هذا الإبداع الطفل ومرافقة الطفل جد مهم. أكيد. المرافقة النفسية الاجتماعية تفجير الطاقات مهمة جدا جدا في الجزائر. نشكركم ان شاء الله في ميزان حسناتكم ان شاء الله، وشكرا لكم على الحضور. شكرا لك. اذا مشاهدينا الافاضل دائما نرجو ان تبقوا معنا، ندعوكم الان لمتابعه ركن جوله مع جوله سياحيه هكذا مع زميله نوريا مشيش، ونعود بعدها بحول الله تعالى. هو رمز من رموز السياده الوطنيه للجزائر المستقله ومنصبا شامخا في اعالي العاصمه، ينير سماء الجزائر ويروي لنا تضحية رجال ونساء وهبوا دماءهم أرواحهم الطاهرة وممتلكاتهم طلبا لحرية تؤخذ ولا تعطى. مقام الشهيد هو معلم حضاري تاريخي وسياحي، وهو المقصد الأول لزوار العاصمة باعتباره الصورة المرئية لذكرى التي تخلد ثورة التحريرية الجزائرية. مقام الشهيد هو جولتنا اليوم. بني هذا المقام سنة 81-900 ألف، واختيرت له الذكرى 20 للاستقلال الجزائر لتدشينه، وكان ذلك في 5 جويلية عام 82-900 ألف، ليكون صرحا لتخليد مآثر الشهداء والمقاومين وتضحياتهم. يتربع فوق هضبة شهدت معارك طاحنة مع الغزاة، شيد على شكل 3 أوراق نخيل يبلغ طول كل واحدة منها 97 مترا، وتتعانق عند ارتفاع يبلغ 47 مترا، فيبدو كشكل أسطواني ينتهي بقبوة مصنوعة وفق الفن المعماري الإسلامي. ومن الجانب الخلفي لكل سعفة نجد 3 تماثيل برونزية ضخمة، يرمز الأول للمقاومة الشعبية والثاني لجيش التحرير الوطني، أما الثالث فيرمز لجيش الوطني الشعبي. يضم مقام الشهيد ديوانا يسمى برياض الفتح، وهو مجمع تجاري وثقافي يحوي على أسواق حديثة ومطاعم وقاعات للسينما. وفي القسم السفلي لمقام الشهيد نجد المتحف الوطني للمجاهد الذي يجمع ويحفظ كل قطعة تشيد إلى تاريخ ثورتنا المجيدة، كلها تعرض على زوار المتحف الذي يتوافد على أجنحته ليتعرف على تاريخ وطنه. إذن المتحف الوطني للمجاهد هو عبارة عن كتاب مفتوح على تاريخ الجزائر منذ دخول الاستعمار الفرنسي وإلى غاية الاستقلال. إذن للمتحف الوطني للمجاهد عدة مهمات رئيسية، من بينها جمع الشهادات الحية من أفواه المجاهدين من أجل أن نساهم في كتابة التاريخ، كذلك جمع الأشياء المتحفية الوثائق وإلى غير ذلك، حفظها ترميمها وعرضها على الجمهور، كذلك إقامة معارض دورية داخل وخارج المتحف، كذلك مناسباتية حسب المناسبات التاريخية الأيام وكذلك الأعياد الوطنية، استقبال الجمهور من داخل وخارج الوطن ناهيك عن استقبال الوفود الرسمية، بالإضافة إلى المساهمة في كذلك إحياء الأيام الأعياد الوطنية الندوات ومختلف المناسبات التاريخية، إقامة كذلك الندوات الملتقيات الأيام الوطنية وإلى غير ذلك.
بعد دخولنا إلى البهو تقابلنا مجموعة من الصور لأبطال الثورة التحريرية. من البهو ندخل إلى قاعة العرض التي تعد كنزا معماريا، فشساعتها وهيبتها تظهر مدى ثراء ثورة الأحرار. وتنقسم قاعة العرض إلى ثلاثة أجنحة: جناح المقاومة الشعبية، جناح المقاومة السياسية، وجناح الثورة التحريرية والإعلان عن الاستقلال. نبدأ جولتنا في المتحف بجناح المقاومة الشعبية، أي من عام 30-800 إلى غاية 19-900. من هنا تبدأ مقدمة الاحتلال الفرنسي من خلال حادثة المروحة التي اتخذت ذريعة لغزو الجزائر. ونشاهد لوحات تعبر عن شراسة أول معركة، معركة اسطولي في 9 جوان 30-800، التي انتهت بهزيمة القوات الجزائرية. ركز المتحف على عرض تحف ترمز إلى قوة قادة المقاومات الشعبية. هذا الجناح ننتقل إلى جناح المقاومة السياسية، حيث صور المتحف أدلة تظهر مدى بشاعة سياسة المستعمر التي حاولت طمس الهوية الجزائرية، فكان للنضال السياسي الفضل في بناء وتأسيس جزائر اليوم. نواصل جولتنا، حيث يعرض المتحف نماذج سياسة الظلم وتعذيب الجزائريين. ننتقل إلى جناح الثورة التحريرية التي نجد فيها تحفا وصورا تخلد ذكرى اندلاعها في 1 نوفمبر 45-900، التي انتهت باستقلال الجزائر واسترجاع سيادتها. نغادر قاعة العرض لننتقل إلى قبة الترحم لنختم بها زيارتنا، وهي تحفة معمارية ذات طابع إسلامي يزين جدرانها آية قرآنية تتحدث عن الجهاد. الفاتح من نوفمبر 54-900، يوم لانطلاقة مسيرة لتاريخ الجزائر، موجة غضب رافضة للظلم انطلقت من كل ربوع الوطن، وكانت أول صرخة لها من جبال الأوراس تنادي الجزائر بأن تحيا، فما كان لأبطالها إلا تلبية النداء. هنا خلدت ذكراهم، صنعوا الماضي ببطولاتهم، فبقي الحاضر شاهدا على ذلك. كل زاوية تروي لنا حكاية، وكل ركن له رواية لأبطال وقفوا في وجه الظلم وراحت أرواحهم فداء للجزائر الحرة المستقلة. ودائما مشاهدينا الأفضل نتشرف بالحديث عن الوطن وعن هذه الأماكن التي تخلد دائما تاريخ الجزائر. دائما حديث عن الوطن، عن حب الأوطان، رفقة الزميلة إيمان أكسيل في ركن قرأت لك بعد هذا الفاصل. في حسنها أشعتها مثل أبها حلا، تسير وتعلو بجو السماء تبث ضياها. إذن نرحب مشاهدينا الأفاضل بالزميلة إيمان أكسيل. السلام عليكم. عليكم السلام.
خليدة. نعم. أهلا بك وبالمشاهد الكريم. نعم، في خضم هذا الكتاب الذي يتحدث عن وطن من لحم ودم لأدهم شرقاوي، ربما نعم. قدمته لك الكثير من العبر، الكثير من النصوص المتميزة، وما شدني له من كلام معبر جدا، يقول من يولدون بلا وطن يظل، يعني يظل من يولد بلا وطن يظل جائعا ولا يشبع أبدا من خبز المنافي. يقول لما كبرت عرفت بأن الوطن أسمى وأكبر من حضن وحكاية. هذا ربما شق بسيط جدا من كتاب كبير وكبير جدا، ولا يكون ولا يكبر على الجزائر وتاريخها طبعا. أكيد أكيد، وتاريخ فلسطين أيضا. نعم. تاريخ عامر، البلد الشقيق الذي يبكينا دائما كلما نتذكر واقعه وماضيه أيضا. نعم. الكاتب أدهم الشرقاوي أبدع في هذا الكتاب عن وطن من لحم ودم. ربما الكاتب أو قس بن ساعدة كما يحب أن يلقب نفسه، من مواليد السبعينيات، من أصول فلسطينية، تخصصه علمي رياضة، ولكنه التحق بكلية الآداب وتحصل على الماجستير في الأدب العربي في جامعة لبنان. هذا ملخص صغير عن الكاتب الذي طالما قدمنا للمشاهد الكريم كتبه التي تعتبر من أفضل الكتب حاليا. نعم. إلا أن هذا الكتاب لم يرشح. لماذا خالدة؟ لأنه لم يلقى قبولا عند القارئ، وربما لأنه كان من أولى كتابات الكاتب، وهو عبارة عن مجموعة نثرية، مجموعة قصصية يروي فيها الكاتب العديد من الحكايات التي جمعها تحت هذا العنوان، والذي كان موفقا فيه. ربما ما أشعرني بالفضول لقراءة هذا الكتاب هو أنه لم يرشح من بين أفضل 10 كتب لأدهم الشرقاوي. لماذا خليدة؟ هذا السؤال الذي طرحته. لماذا؟ لأن كل كتاباته مميزة، إلا أن هذا الكتاب لم يرشح. لماذا؟ هذا ما جعلني أقرأ الكتاب وأتقصى هذا الجواب، وأيضا لأن الرأي لا يصنعه الآخر. رأيك في الكتاب تصنعه أنت عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة. لابد أن تقرأ الكتاب حتى تتمكن من تكوين رأيك الخاص بك، سواء أن أعجبك أو لم يعجبك. ربما العمل هو مجموعة مقالات نثرية كما سبق أن قلت، منفصلة تجمعها نقاط مشتركة شخصية وطنية تهتم بالانتماء، معاناة فردية لغريب في شعبه وشعب غريب في وطنه. يتحدث عن الرغيف، القمح، الجد، الجدة، البئر، الحزن، الوطن، العائلة، المشاعر، الدين، الموروثات الشعبية، هي الكلمات التي ترددت خلال القصص العديدة في هذا الكتاب. جمعت بين المواضيع العدة، فيه قصص طريفة هزلية واقعية من واقع الكاتب، وكأنه يروي حياته كمعلم. نعم. يروي حياته خلال كأنه فرد من عائلة، من عائلته، يروي كيف كانت علاقة أبيه مع أخواته، معه هو، كيف كانت معاملة الأب العربي الشرقي للبنات، كيف كانت معاملته للأولاد، الاختلاف في المعاملة، ما يصنع الأسرة العربية، وما يصنع أيضا ما يميزنا بين الأسر في العالم. الأسر اليوم تختلف تماما، أسر عربية، أسر أمريكية، أسر يابانية. هذا التكوين هذا ذكره الكاتب، أنه كيف هذه المميزات التي نتميز بها نحن كعرب، لأننا ندلل الأنثى كأنها ملكة في بيت أبيها، ونضغط على الذكر لأنه يجب أن يصبح رجلا في المستقبل. هذا العادة هذه التي ربما اليوم نفتقدها في الأسر. نعم. كيف تحدثها أدهم الشرقاوي؟ كيف صور الوطن؟ ليس من السهل أن تتحدثي عن وطن مجروح. إيمان، فلسطين وطن مجروح، والجزائر كانت كذلك في عهد الاستعمار الفرنسي. كيف وصف الوطن عندما قال، حتى عندما ربطه باللحم والدم؟ لحم من ودم من؟ إيمان، كيف أن الطيور ألفت ذاك الوطن واتخذت أعشاشها على التنور لتعود فلا تجد إلا الإسمنت والأسلاك الشوكية. انظري العذاب الذي وضعه الكاتب أمام أعيننا، حتى الطيور
شردت من فلسطين. حتى الكائنات الصغيرة، حتى الطبيعة اختلفت. ذكر العديد من المشاعر، من بينها الألم، من بينها ربما كيف أن يخطف الصبي من حجر أمه، كيف أن الأجنة تموت في أرحام أمهاتهم، كيف أن هذه الصور هذه التي شاهدناها نحن في التلفاز ولكن الكاتبة عاشها ونقلها لنا خلال هذا الكتاب. هذا كان خلال هذا الكتاب كان عدة فصول نثرية، ولكن كان يجمع بين الهزل وبين الحزن. نعم. سبحان الله أنه كيف جمع بين الأسلوبين الشيقين في كتاب واحد بسلاسة يتميز بها الكاتب معروف أدهم شرقاوي بهذا الأسلوب. الذوق العام خليدة للقارئ اليوم للأسف انحدر به ذوقه العام، ولكن هذه الكتابات تعود بالقارئ إلى ذوق أصيل، ذوق رفيع لابد لنا للعودة به. أنه في الحقيقة يجب لنا أن نقرأ مثل هذه الكتب. لماذا؟ لأن الكتب التي نجحت لأدهم الشرقاوي كانت التي تحث على النجاح، تحث على التفاؤل الأمل، لكن هذه الكتب التي تحمل الكثير من المشاعر والحقائق والقضايا والإشكاليات الصراعات صحيح. النفسية والسياسية والدينية ربما لا تلقى رواجا كثيرا. كتاب تثقيفي كثير، يحمل الكثير من المعلومات العلمية الأدبية خاصة، ربما يحمل هم شعب وأمة، وهو ما أراد لنا الكاتب أن نصل إليه في آخر الكتاب. وبقراءة الكتب نعيش أكثر من حياة. شكرا لك يا زميلتنا إيمان. طبعا أنت معنا، نستقبل آخر ركن في برنامج ضحى لنهار اليوم، شقة الشيف صليحة بسكري. السلام عليكم، صباح الخير شيف صليحة. صباح النور لك ولزميلتي المحبوبة دائما وكل متتبعات ضحى القناة دائما في هذا الركن الطيب. شيف صليحة، ماذا أحضرت لنا اليوم؟ الألوان باهية جدا، دائما تميلين للون الجميل وخاصة الورود. نعم. دائما نتمشى وفق الفواكه ولا حتى الخضار الموسمية. نعم. ما زلنا في موسم الحمضيات، كنا تكلمنا الأسبوع اللي جاز، واليوم أيضا رايحة تكون معنا وصفة ولا تحلية محبوبة الجماهير، نقدر نقول للكبير والصغير، اللي هي لتارتو سيترون ولا تارتولات بالليمون. بما أنه راه موسم الليمون رايحين نشوفوا الوصفة هذه، لأنه تقدري ديريها وتنجحي فيها كما تقدري تخبيها كما تقدري ديريها لأفراد عائلتك كتحلية. بالنسبة لكريمة الليمون دائما ولا تارتولات تكون عندي عجينة وتكون عندي أيضا الكريمة. الأساس تاع الكريمة أنه هو اللي نحضروه الأول، تقدر تقعد لك في الثلاجة حتى 3 أيام، 4 أيام، حتى 5 أيام، هذه مدة الصلاحية إلا طيبتها بطريقة اللي حنتكلم عليها. أما بالنسبة للعجينة، رايح نديرو عجينة سهلة التحضير، كما تقدري ديري بهذه العجينة عدة كريمات، اللي تاختو فخوي، تقدري ديري شوكولا، ولكن اليوم أنه القاعدة تكون واحدة والاختلاف يكون في الكريمة. بالنسبة للكريمة هنا واش نحتاجو؟ عندنا نعبرو بالكاس، كاس تاع السكر وكاس تاع الماء وكاس تاع عصير الليمون، زيادة على هذا ندي زيت تاع عصير زيت تاع حبات الليمون، نحطهم كامل في كسرونة، الكاس اللي هو 250 ملل، نحطهم كامل في كسرونة ونخليهم ماشي يطيبوا، قسما نحس برك السكر تاعي ذاب ودا ديك النكهة تاع قشور الليمون. نعم. هنا نجوزهم في الصفاية، الخليط تاعي يكون دافي يعني يكون شوية سخون، ندير في بول واحد آخر 4 مغارف تاع المايزينا، وعندي 3 صفار بيض وزوج بيضات كاملين، نحطهم مع بعضهم مع مغرف تاع لافاني ونحرحرهم بكمية قليلة من هذاك السائل السخون. بعد نرجع السائل الأول للخليط الثاني تاع البيض والنشا، نعاود كامل نخلطهم ونحرحرهم ونعاود نجوزهم في الصفاية. هنا بنتفادى هذوك لي كريمو وتجيني كريمة كما احنا نقولوا ملسة. نعم. هنا كثير من السيدات يطيبوا لاكرام تاع القارص في كسرونه مباشره. طريقتي انا هنا نطيبها في حمام مائي، تجيني طريه تجيني فتيه وتدوم الصلاحيه نتاعها، نحطها في حمام مائي كيما ذوبوا الشوكولا، هي راح تطول تدير لك واحد النص ساعه حتى 45 دقيقه، ولكن راح تعطيني نتيجه افضل. نبقى نحرك فيها فوق حمام مائي، نحرك حتى نشوفها بدات تثقل. هنا هذاك الوقت غير تبدا تثقل
مباشره نحط لها زوج مغارف تاع مارغرين ولا زبده تكون طريه ونحاول ندخل هذيك الزبده ونزيد اضافه تاع عطر الليمون. على عطر الليمون راح يعزز لي النكهه ويعطيني اللون الجميل نتاع تاع الكريمه نتاعي، لانه القارص وحده مش راح يكفي ويوفي في اللون. نديروا باتاغون تاع القارص قطره يعني صغيره مع مغرف نتاع لافاني، ونعاود نزيد نخلط الخليط مع بعض مع الزبده. كي تذوب الزبده خلاص نطفي عليها النار ونحط الكريمه تاعي في الثلاجه. هنا تلاحظي انه كي تبرد الكريمه انه ريحه تكبد كيما احنا نقولوا شويه تنشد. هنا ما تخافيها ما والو، تشدي الباتور وتضربيها بالباتور لحين التقديم تاع الوصفه، لانه العجينه تاعك خلاص راهي واجده، راكي وجدتيها دوك نتكلموا عليها، وتحطيها في علب في المطبخ تاعك وقت الحاجات تجبدي. هنا بالنسبه لي تارت سيترون بزاف سيدات يعمروهم على مره، ولكن ريحه تندى لاباط تاعي ريحه تولي طريه. لازم لي نطيب الكريمه في الثلاجه، ولي تارت لي فون دو تارت نحطهم بجهه. نشدوا الكريمه تاعنا بعد ضربناها بالباتور وبردت، نضيف لها اضافه تاع خفه اللي هي ياغورت ولا بتي سويس طبيعي، يعني بتي سويس اللي يجي العلب تاعو شويه طويله. ندير زوج علب، نقدر ندير حتى العلبه واحده اذا كانت كبيره، ونعاود نضرب مع الكريمه تاعي. هذا هو سر الخفه تاع المحلات والسر اللون الباهي، وتجيني كريمه ما تشققش. تعاودي تضربيها بهذاك الياغورت ناتشيغ ولا البتي سويس ولا الجبن الطازج، يعني المعروف جبن طازج، وتخليها. نولي العجينه تاعي اللي هي 250 غرام تاع مارغرين، نحط لها زوج مغارف تاع سكري كلاص، نحط لها اربع مغارف تاع مايزينا، ونص كاس تاع لوز محمص ومطحون. عندي ايضا زوج صفار بيض، مغرف لافاني، رشه تاع الملح، ورشه صغيره تاع الخميره. نطمها فقط بالفارينه تحصل العجينه تكون بزاف مبسه يعني ناشفه. نلبسها للقوالب اللي حبيت، حنا نعرفوا باللي لا تارت سيترون دائما يجوا في القوالب سامبل. دخليها في المجمد حوالي 10 دقائق بعد اللي تسخني الفرن تاعك، تكون هي جمدت 10 دقائق من الكونجيلاتور مباشره للفرن. نعم. هذا هو السر، انه ما تحطي لا لوبيا لا عدس لا حمص، مش راح تهبط تجيك تارت، يعني دي فون دو تارت يجوك يعني واقفين ويجو محمرين ويجو بنان. بعد تعمري الكريمه تاعك، وانا فضلت التزيين انه ندير قطعه صغيره تاع ليمون وشويه تاع لاشونتي، يعني كتزيين بسيط ما نحبش فيهم بزاف لاميرانغ. كاين اللي يحب يعني بياض البيض على الكريمه، انا شخصيا نحبهم فقط بلاشونتي، تعطيني خفه اكثر للوصفه نتاعي. وتقدميها، انا درت لها لمسه تاع ورود، تقدري تخليها كيما راهي مع شويه تاع البيستاش، فضلت انه تزيين نخليه طبيعي باه تبان لي وجه الكريمه. نعم. وهذه هي يعني الوصفه، قدموها مع مشروب نتاع الليمون تكلمت عليه. ككل عام نعاودوا الوصفه اللي نحضروها هذا الوقت من مركز الليمون، اللي دائما نقولوا لاباس تاع كيلو سكر في رطل نتاع رطل تاع سكر في كيلو تاع القارص. تبيتيهم ليله كامله للصباح يولي عندك كونسونتري ولا مركز تاع الليمون، ترفدي زوج مغارف في لتر تاع الماء وتقدمي مباشره. هذه هي الوصفة. نعم. فضلت أنه نتقاسمها لأنه راه موسم الليمون، والسيدات ما يغتنموش الفرصة، يحبوا فقط يجمدوا. صحيح. ولكن تناولوا الوصفة في وقتها، من بعد نخبي لحاجات واحدة أخرى. شوف صريحة زميلتنا دليلة مولاي تقول لك على العارضة التقنية، تقول لك يعني كيف نحتفظ بها في الثلج في الثلاجة لمدة. هنا بالنسبة لكريمة الليمون قلت كي نحب نخبي نخبي لي تارتولات وحدهم لي فون دو تارت في علبة ما بيناتهم ورق يعني مصاص، تحطيها في الكوزينة عادي. أما الكريمة كي نحطها نضربها نحط لها بابي فيلم يعني كونتاكت مع الوجه تاع الكريمة، ونغلق البورت مونجي تاعي العلبة ونحطها في الثلاجة من الأسفل. هنا رايح تزيد تبرد تجمد ما تخلعكش. وقت الحاجة عندك الصلاحية 5 أيام، وقت الحاجة ضربي بالباتير وديري في بوش وعمري الكريمه نتاعك في في القوالب. شكرا. هذه هي شكرا بارك الله فيك شيف صليحه، ان شاء الله نلقاك في فرص اخرى ان شاء الله باذن الله تعالى. طبعا انت معنا الان الى ختام هذا البرنامج، ربما نعود الى الزميله ايمان اكسيل. ايمان، لقيت يعني وجدت في الطاوله انك حضرتي مجموعه من الكتب، حدثينا عن السر. مجموعات سلسلات. نعم. بما انه العطله الشتويه قربت غدا، يحتفل كل ابنائنا بالعطله الشتويه. نعم. التي كنا ننتظرها جميعا.
فاخترت هذه السلسلات علموا أولادكم أخلاق الرسول، قصص ومواقف وعبر لمحمد الصديق المنشاوي. نعم. من المكتبة الخضراء بالشراقة، ومئة قصة وقصة من حياة الصحابة. هذه عبارة عن كتيبات صغيرة مشاهدين الأفاضل، سلسلة يمكن عرضها على الأبناء. نعم. ومن أعلام الجزائر بقلم سليمة كبير. هذه الكتب يمكن اقتراحها على أبنائنا الأطفال المراهقين. شكرا لك زميلة إيمان. إذا لدينا أعلام الجزائر وأيضا 100 قصة وقصة، وعلموا أبناءكم أولادكم وعلموا أولادكم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، كتب متميزة ننصح بها يعني الأولياء. أكيد يجب أن نغتنم هذه الفرصة 21 ونجبرهم على قراءة الكتب، ولو حتى وليست الكتب الإلكترونية، يعني الكتب الورقية مهمة جدا، ورقية من زيارة المكتبة. نعم. أيضا شكرا لك زميلتي إيمان. ربما كلمة أخيرة، شكرا لك شيف صريحة بسكين، نلقاك إن شاء الله فرص أخرى إن شاء الله تعالى. إيمان خلاص انتهى، تعيدين إن شاء الله بكتب أخرى إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. نعم. وأيضا علموا أبناءكم من هي فلسطين وكيف يستشهد أبناء فلسطين. دائما مع أدهم، يعني تستقطبك كثيرا كتابات أدهم شرقاوي إيمان. أكيد كل ما هو جميل يستقطبني. نعم إن شاء الله فرصة أخرى وكتب وكتاب آخر الله. بإذن الله تعالى. إذا مشاهدينا الأفاضل بهذا نأتي إلى ختام برنامج الضحى، قدمناه لكم على المباشر من قناة القرآن الكريم من الجزائر. طبعا نسعد دائما أنا وكل الفريق العامل بقناة القرآن الكريم بخدمتكم عبر خامسة التلفزيون الجزائري. من هنا وهناك قطفنا لكم أجمل الزهور بإذن الله تعالى وقدمناها لكم. إن شاء الله تعالى نلقى دائما صدرا رحبا لقناة القرآن الكريم لهذا الصوت الجزائري الذي يبث هذا الخير الكثير عبر خامسة التلفزيون الجزائري، عبر التلفزيون الجزائري. ونأمل دائما أن تدعو لنا بالخير كلما تشاهدونها كلما تشاهدوننا، كلما يوفقنا الله سبحانه وتعالى لأن نكون معكم لا تبخلون من خير دعائكم. وإلى هذا نأتي إلى ختام برنامج الضحى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مثل أبها حلا تسير وتعلو بجو السماء، تبث ضياها علينا ضحى، تغذى النبات على ضوئها، وينعم بالدفء كل الورى، فمن ذا براها وأعلى سماها وبث ضياها بوقت الضحى، هو الخالق القادر الواحد.